والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد بصحبتكم وليلة جديدة من ليالي كورة بلدنا. حصاد يتجدد معكم على شاشة الاحترام شبكة NTC وحصاد كورة بلدنا من الاثنين إلى الجمعة في تمام 11 مساء. وها هي سهرة الخميس، دائما حلقة الخميس تحظى بتميز مع حضراتكم وبنجتهد فيها بشكل كبير جدا جدا جدا. بعد ما ذكركم بان النهاردة الحمد لله كان بالامس في مشكلة في اليوتيوب على مستوى العالم، النهاردة اليوتيوب معانا شغال وبدأ معكم البث المباشر لسهرة الخميس من برنامج كورة بلدنا حصريا على كورة بلدنا لايف على اليوتيوب. كمان من خلال الفيسبوك بدأ معكم البث المباشر من الآن على صفحة كورة بلدنا على الفيسبوك، والمقاطع أولا بأول على صفحة الإعلامي عبد الناصر زيدان على الفيسبوك ويوتيوب قناة عبد الناصر زيدان على اليوتيوب. النهاردة أفتح لكم تليفونات مهمة جدا، لأن النهاردة عندنا جزء كبير للغلابة ونتائج دوري الممتاز به في الاستوديو التحليلي مع مباريات اليوم الثلاثة التي لعبت في الدوري الممتاز. ولكن خليني قبل ما اروح لاخبار النهاردة واذكركم باهم العناوين اللي معانا في حلقة النهاردة، عايز ارد بحاجة مهمة للغاية. احنا دائما بنعترف باخطائنا، وارد جدا ان نخطئ لان احنا بشر، وهذا هواء مباشر ومفتوح. وبرنامج حضراتكم شرفتموه واكرمتموه وانعمتم عليه بهذه المشاهدات الكبيرة بعد الله عز وجل. فلله الفضل والمنة على ما وصلنا اليه من نسب مشاهدة ومتابعة من حضراتكم، ولكم الشكر والتحية على ما أولوتموه لنا من اهتمام ومشاهدة وعناية، وده بيحملنا أمانة مسؤولية كبيرة. احنا من بعد إيقاف القناة وعودتنا ونحن حريصون كل الحرص على أن نكون عند حسن ظن الجميع مسؤولين وجماهير ومتابعين ومتمسكين بميثاقنا الإعلامي إلى أقصى درجة، ولا نتخطى المضمون الإعلامي المحترم الذي من شأنه أن نقدم لكم مادة إعلامية ثرية وجميلة ورؤية جديدة للنقد الرياضي من خلال ما نطرحه من موضوعات وقضايا وما نقدمه لكم من وجبة إخبارية عبر شبكة مراسلينا، وبنطور في نفسنا يوم بعد يوم. أرجوكم لا تنزعجوا بالمرة لما يشاع هنا وهناك عن إيقاف برنامج كرة بلدنا أو إيقافي أنا شخصيا، الأمور تسير على ما يرام. نحترم مجلسنا الأعلى للإعلام ونحترم مؤسسات الدولة، ونحظى دائما بشرف النصح من أساتذتنا الأفضل الأجلاء، ودائما نسعى بأن نكون عند حسن ظن من خلقنا عز وجل بضمير يقظ فيما نقدم، وعند حسن ظن أساتذتنا ورؤسائنا سواء داخل القناة أو في المجلس الأعلى للإعلام أو قبل الجميع. أنتم يا من خلقتم هذا البرنامج وجعلتم له قيمة وقدر نتباهى به في العالم كله، فأرجوكم لا تنزعجوا دون الخوض في أي تفاصيل. ليس هناك أي قرارات بإيقاف البرنامج، وليس هناك أي قرارات بإيقافي، ولكن إذا كان هناك أخطاء فالسادة الأفاضل أساتذتنا إذا كانوا يوجهون لنا ما بين الحين والآخر توجيهات أو لفت نظر بأي شيء، نسعى بكل جهد وبكل احترام لتلاشيه، احتراما لمهنتنا أولا وتقديرا لهم كأساتذة، وليس رغبة منا في أن نستمر أو يعني نهرب من موضوع المعاقبة. تقديرنا لأساتذتنا في المجلس الأعلى للإعلام يفوق بكثير كون البرنامج يوقف أو عبد الناصر زيدان يوقف من عدمه، لأن تربينا على احترام أساتذتنا، وعلشان كده بنطور من نفسينا
واعتقد انتم ملاحظين هذا التطوير في الشكل وفي المضمون. النهارده رئيس نادي الزمالك سجل فيديو طويل عريض تحدث فيه في جزئية اريد الرد عليها، لانه طبعا ليس فيه ما يجذب اهتمام، ولكن وانا بجد ما شفتوش وما اتفرجتش عليه، ولكن فريق الاعداد فرغوا لي محتوى ما جاء على لسان رئيس نادي الزمالك، والجزء التي اريد ان اردها هو فدلي برد. طبعا وشرف كبير نلام يسير على موضوع كانت بداية برد بلدنا. نحن اول من نشر الفاكس الذي حظي به واغتنمه علي السيسي وقلناه عام 2000 ويثبت ان الزمالك نادي القرن. وفي نفس الوقت لاننا نقف مسافة واحدة من المهنية قلنا ان احنا بنرصد هذا الامر، ولكن لا نقلل ابدا من ان النادي الاهلي هو نادي القرن ولا نشكك في ذلك، ولكن هو فاكس نشره الاستاذ علي السيسي الناقد الرياضي وجاء معنا وتحدث معنا، ثم تناول الامر برنامج ملك وكتابة ورد عليهم الاستاذ علي السيسي، والكل كان يتحدث بمنتهى المهنية والاحترام بعيدا عن الخروج عن النص. النهاردة رئيس نادي الزمالك قال انه هيحرك دعوة دولية ودعوة قضائية لكي يحصل الزمالك على حقه في نادي القرن. وطبعا بما انني صاحب الانفراد في هذا الامر، فانا بقول لجمهور الزمالك العظيم، انتم دائما نصب اعيننا وانتم دائما هدف لنا في كل ما نقدمه من معلومة نحاول ان ندق فيها ونأتي اليكم بكل ما هو جديد. فلا يزايد عليكم احد ولا يتاجر بكم احد. يعني النهاردة حضرتك لما تيجي تطلع تتكلم في فيديو وتملأه بالمغالطات وتحاول ان تخرج بطلا امام جمهور الزمالك العظيم، فلا بد ان اقول لك لا بد ان تجاوب لجمهور الزمالك على 3 اسئلة. لماذا حضرتك تحركت بعد برنامج كرة بلدنا؟ واين كنت طوال فترتك الزمنية التي انت فيها رئيسا لنادي الزمالك العظيم؟ اول السؤال الثاني، لماذا تختار الاوقات التي تعلم فيها ان الخناق يضيق عليك من كل حدب وصوب في كل المشاكل والقضايا التي تحيط بك والتي جعلت الزمالك يدخل فيها ظلما وعدوانا، والزمالك بريء منها وليس له يد، لانه كيان عظيم يحترم المؤسسات ويحترم الدستور ويحترم القانون ويحترم المواثيق الأولمبية والإعلامية، وهو مؤسسة عريقة تزين أصحابها ويشرف بها جميرها. ليه؟ السؤال الثالث، هو حضرتك لما تيجي تقول للجمهور ممدوح عباس اللي ضيع لقب نادي القرن منكم، هتلاقي الناس تسيبك وأنت تزيف التاريخ؟ بمعنى أنا النهاردة معايا ورقة بنفرد بيها، هذا المجلس هو المجلس الذي كان يدير نادي الزمالك سنة 2000، وهذا المجلس الذي سكت عن حقوق نادي الزمالك، وهذا المجلس الذي سلم إذا كان هناك ظلم وقع على نادي الزمالك في هذا الأمر، فكان لابد أن يحترم هذا المجلس مشاعر الملايين من الزملكاوية في العالم كله ويتصدى لهذا الظلم ان كان هناك ظلم. واؤكد لكم انا لا استطيع ان اجزم او اشكك وليس لدي النية في ذلك في ان النادي الاهلي هو نادي القرن، هذه ليست قضيتي، وانما قضيتي هي تساؤل. لما انت حضرتك حاسس بهذا الغبن وهذا الظلم سكت ليه؟ ولا انت لقيت في هذا التوقيت مساحة لكي تتوارى فيها علشان الناس تتكلم عن الموضوع ده وتبطل تتكلم عما يدور حولك من مشاكل
وأما يدور حول مجلسك من مشاكل وآخرها كارثة النقاط التي مهدد الزمالك أن تخصم منه في حال رفضت الاستشكالات التي تقدمتم بها ردا على القضايا الأربع المرفوعة. وانت عارف ان الناس كلها زي ما انفرد كرة بلدنا عارفة ان موضوع كريم الحسن هو الوحيد الذي انتهى في 12/9 والموضوعات الثلاثة قيد النظر في الاستئناف. فان كان الاستئناف قد مر على معاده 29/9 فهناك خوف من توقيع عقوبات بخصم نقاط وحرمان من القيد، وان قبلت فهذا منة من الله ونعمة، ولكن تأخرت في هذا الملف وجعلت الزمالك والزملكوية يعيشون هذا القلق الكبير. وندعو الله ليل نهار أن تقبل الاستئنافات الثلاثة الخاصة بقضية نادي البرتغالي ومحمد إبراهيم وقضية أجوجو وقضية إليكسيس مندومو. الثلاث قضايا نحن قلقون جدا عليهم ونخشى أن ترفض الاستئنافات ويدفع الزمالك الأموال مع توقيع العقوبة، ولكن ربنا إن شاء الله بإذن الله هيسترها على الزمالك. ولكن هل وصلنا لمرحلة أن ندعو في الوقت الذي كان في أيدينا أن ننهي الأمر بشكل علمي وشكل محترم ونغلق هذه الملفات في المواعيد المحددة؟ تريد أن تذهب بالناس الى ان تتحدث بعيدا عن قضايا الحسابات السرية وقضايا المتاجرة في العملة التي تحقق فيها النيابة العامة والاموال العامة؟ تريد ان تذهب بالناس بعيدا عن ايقافك من اللجنة الاولمبية ومن الكاف ومن الاتحاد المصري لكرة اليد والافريقي لكرة اليد؟ انت تبحث لنفسك عن طوق نجاة ولا تبحث عن حقوق الزمالك. وانا هنا انتقدك نقدا بناء بهذا المستند. اين كنت من سنة 2000؟ اولا ما ذكرته في الفيديو الذي بث اليوم عاري تماما من الصحة. ممدوع عباد دخل نادي الزمالك في 2006 بمجلس معين ولم يكن ابدا في سنة 2000 رئيسا لنادي الزمالك، وانت حملته المسؤولية في الفيديو وتريد ان تجعل جماهير الزمالك تصب اللعنات ظلما على رجل لم يكن موجودا هو او مجلسه. ولكن سؤال يا من تبحث عن حقوق نادي الزمالك بعد 18 سنة ولا بعد 19 سنة ولا بعد 20 سنة، كنت فين لما اعلن ان الاهلي نادي القرن؟ لماذا لم تذهب الى المؤسسات الدولية والى الكاف باحترام وتطالب بحق الزمالك اذا كنت تعتقد ان للزمالك حق؟ اهو انفراد لكرة بلدنا، مجلس ادارة نادي الزمالك الذي كان موجود سنة 2000 عندما اعلن النادي الاهلي ناديا للقرن على مستوى القارة الافريقية، كمال درويش رئيسا لنادي الزمالك، مرتضى منصور نائب رئيس نادي الزمالك، ومعاهم كان هاني زادة عضو مجلس ادارة وياسر ادريس عضو مجلس ادارة وعزم مجاهد عضو مجلس ادارة ثم سكرتير عام وخالد رفعت عضو مجلس ادارة واحمد جلال ابراهيم عضو مجلس ادارة وخالد لطيف عضو مجلس ادارة. فعلى ماذا تتحدثون؟ ولماذا الكيل باتهامات باطلة هنا وهناك؟ كمن فرض برنامج كورة بلدنا بنشر الفاكس الذي حرك الرأي العام وحرك الإعلام كله والذي خرج على يد الناقد الرياضي الأستاذ علي السيسي يبحث عن أحقية الزمالك في كونه نادي القرن من خلال هذا الفاكس، وهنا دور الإعلام ينتهي، لأن لابد أن يكون هناك مؤسسات تقول إن هذا صحيح أم خطأ. الكل يجتهد ونحترم كل الآراء بما فيها رأي المهندس عبد القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي وكل من أدلى بدلوه في هذا الملف، مرورا بالكابتن خالد الغندور، مرورا بالجميع. أنا لست طرفا في المشكلة وإنما أتناول أخبار. ف
فمن الظلم ان تتحدث وتقول ممدوح عباس اضاع على الزمالك لقب نادي القرن، وممدوح عباس جه بعد اللقب ما منح للنادي الاهلي، وهذا حقه طبقا للاوراق الرسميه التي لا اشكك فيها، انا ماليش علاقه بالقصه دي تماما. جه بعد 6 سنين والمجلس اللي كان موجود وصمت كان في حضرتك نائب رئيس مجلس اداره، وكان رئيسه كمال درويش، واعضاء الموقرين رفضوا حتى التحرك او كتابه مذكره للاعتراض. جايين النهارده تتكلموا وتقول اللي ضيع حق الزمالك ما ينفعك نسيبه، انتم من اضعتم حق نادي الزمالك، ولا بد ان تحاسبكم الجماهير. علشان كده دايما احنا هنا بنقول كلمه الحق، وانت تتحمل المسؤوليه يا سيدي الموقر رئيس نادي الزمالك كونك كنت نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في هذا التوقيت، وصمت ولم تتحرك ولم يتحرك لك ساكنا. فبلاك المتجرة بمشاعر الزملكاوية، الزملكاوية العظام والجماهير العظيمة اللي عورها لكم النهاردة طول حياتها بتتغنى بيه. قد ايه من عمري قبلك راح يا زمالك، ولا شاف القبل قبلك الا جراح يا زمالك، وانت يا زمالك ستظل جوه العين وجوه القلب وفوق الراس، وانت يا زمالك امل ومنى لكل الزملكاوية، يتغنوا بيك الجماهير في كل زمان ومكان، فانت الزمالك العظيم، وهذا هو جمهورك العظيم الذي يزيد تاريخه عن 100 عام. لم يشهد معك إلا الأيام الحلوة، ولم يشهد معك إلا الفرحة، تغنى بك في كل الأوقات، في الانتصارات نادى باسمك يا زمالك، وفي الانكسارات قال لك أنا جنبك يا زمالك. فمحدك تاجر بهذا الجمهور العظيم، ومحدك تاجر بمشاعر الجمهور العظيم، ولا يتاجر بمشاعر الأجيال الجديدة. لابد ان يحاسب هذا المجلس، مجلس كمال درويش الذي كان يقود الزمالك سنة 2000. الموقر المحترم كمال درويش لماذا صمت؟ الموقر المحترم مرتضى منصور نائب الرئيس لماذا صمت؟ الموقر المحترم عزم مجاهد السكرتير العام لماذا صمت؟ الموقر المحترم المندوه الحسيني امين الصندوق لماذا صمت؟ خالد رفعت عضو مجلس الاداره لماذا صمت؟ احمد جلال عضو مجلس الاداره لماذا صمت؟ خالد لطيف لماذا صمت؟ لماذا صمت انت يا رئيس نادي الزمالك، وانت الذي كنت نائب رئيس وكانت لك كلمه في هذا المجلس، وكانت لك كلمه في هذا المجلس، وكانت لك كلمة في هذا المجلس. لا تتاجروا بمشاعر الجماهير، وإن كان هناك حق فاضبوه بعيدا عن الضجيج وعن الكلام الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، ويظل هذا الجمهور العظيم هو غاية وأمنية هذا البرنامج نقدره، ولا نأتي له إلا بالحقائق، ويظل الزمالك هو كل المنى وكل الأمنيات لهذا الجمهور العظيم، الجمهور العظيم، وسنظل نوضح له الحقائق بكل أمانة وكل ضمير. من المقدمة إلى العناوين. معنا الليلة على شاشة الاهتم ATC انفراد لكورة بلدنا، وجهة مؤمن زكريا الجديدة. كواليس ايقاف رئيس الزمالك لبعض الاعضاء اثناء دخوله من شارع الملك فاروق. فقط في كورة بلدنا حصريا كواليس مزايدة رعاية ملابس النادي الاهلي. ولاول مرة في الاعلام الاهلي يؤسس شركة للدعاية والاعلان لجلب الاعلانات بديلا لصلة. كورة بلدنا ينفرد بنشرات الرسمية لمردوب او مراسل BBC الذي
أحدث ضجة كبيرة بمكالمته الهاتفية مع المدير التنفيذي للنادي الأهلي محمد مرجان. منتخب شباب مصر للصلاة يهزم الأرجنتين 5-4 ويحصل على البرونزية بالأولمبياد. ومعنا وحصريا أزمة النجم الكبير محمد بركات مع معوض الذي قابله في روسيا معوض عزت. أما الأستوديو التحليلي لسهرة الخميس فيفتح أبوابه مع النجمين الكبيرين، الكبير المحترم خالد كامل رئيس تحرير الكورة والملاعب، رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم، ونجم الزمالك الكبير الكابتن تامر عبد الحميد، أفضل ظهير أيمن جاء في القلعة البيضاء. من العناوين إلى التفاصيل، ونبدأ معكم ماراثون ليلة الخميس. أبدأ بهذا الانفراد، معايا تقرير لثواني معدودة انفرد به في برنامج كرة بلدنا. كرة بلدنا يكشف كواليس وجهة مؤمن زكريا القادمة. حصل كرة بلدنا على مجموعة من المعلومات الخاصة اجتهدنا فيها كثيرا، ونستطيع ان نؤكد لكم ان مؤمن زكريا في طريقه الى الصين. والقصة بدأت عن طريق احمد يحيى وكيل اللاعب مؤمن زكريا، حيث عرف اللاعب مؤمن زكريا على المحترم وكيل اللاعبين حسام عبد الله. حسام عبد الله اجتهد وهو صاحب سيرة حسنة وسيرة ذاتية جيدة مع الأندية الخليجية، وهو يعمل في الدوري المصري اغلب شغله مع الكابتن علاء عبد العال ونادي الداخلية. بعد اتصالات قام بها حسام عبد الله نجح في احضار عرض مهم جدا للكابتن مؤمن زكريا في الصين، ومش هقول اسم النادي، ولكن العرض مغري ويصل الى ما يزيد عن 750 او بالتحديد 750 الف دولار في السنة. وهذا النادي هو في الترتيب قبل الاخير في الدوري الصيني. حصريا لكورة بلدنا بعد ساعات سيعلن النادي الصيني ان وفدا سيزور القاهرة في 15 من شهر 11 القادم، وبعد انتهاء البطولة الافريقية. وكمان اكدوا وسيرسلوا ذلك خلال ساعات الى مصر بانهم قاموا بحجز تذاكرهم عن طريق احد الشركات المملوكة لمصر للطيران. وهذا انفراد لكورة بلدنا، مؤمن زكريا في الطريق الى الصين، ولا صحة بالمرة بأنه ينتوي التجديد للنادي الأهلي. هذا ما لدينا من معلومات، وأن كل القصة الآن في المفاوضات تكمن في أن مؤمن زكريا يريد الحصول على 5 مليون جنيه مستحقاته القديمة لدى القلعة الحمراء. عموما في هذا التقرير رصدنا لكم هذا الانفراد. الأستاذ حسام عبد الله وكيل اللاعبين بشكره لوقته، وبشكره أنه سمح يعني أن نتحدث معه في هذا الأمر، لأن كمان مهم جدا أن نسأل حسام عبد الله بعد هذا الأمر عن عمله خصوصا في المملكة العربية السعودية، لأنه بيحظى بثقة كبيرة من المملكة، ويعتبر هو الوكيل المصري صاحب السيرة الحسنة
لدى الاتحاد السعودي، خصوصا مع منتخب السعودية لكرة الصالات، بالإضافة إلى علاقات مهمة جدا في الخليج تجعلنا نفخر بهذا الوكيل المحترم. كابتن حسام عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليك يا أستاذ عبد الناصر، وشرف كبير لأي حد إن هو يدخل مداخلة مع حضرتك. شكرا لوقتك وبشكرك مرة تانية. خلينا نبدأ من الحدث، يعني اسمح لي أن أسأل عن العرض الصيني الذي تلقاه الكابتن مؤمن زكريا، وأنا انفردت ببعض المعلومات لك أن تضيف عليها أو تصحح ما بها، بأن هناك أرض من نادي يحتل المركز قبل الأخير في الدور الصيني، وأن خلال ساعات سيرسل رسميا أن مندوبي النادي الصيني سيحضرون في 15-11 للتفاوض رسميا لضم مؤمن زكريا والتحاقه بالدور الصيني. تفضل يا أستاذ حسام. اولا يا فندم انا بحب انوه لحاجه مهمه جدا، ان الوكيل اللاعب الحصري هو كابتن احمد يحيى، الراجل المحترم الراجل الخلوق. طبعا انت تعمل من خلال احمد يحيى. لا انا مش بعمل من خلال احمد يحيى، بعمل من خلال نفسي. ان انا ما انجلبت العرض او ما اول من تحدث مع الشركه الصينيه عن طريق احد الوسطاء في اوروبا. تمام. فانا حبيت ان انا انوه على المساله دي على اساس ان ما يبقاش ما يكونش فيه اي لغط او اي امور تنسب ليا. تمام. وبالنسبه يعني نقدر نقول على الشاشه وكير الشركه الصينيه صاحبه العرض الخاص بالكابتن مؤمن زكريا. بالظبط. طيب يا ريت يا جماعة لكن أشكرك على هذا التنويه، كل التحية لأحمد يحيى صديقنا المحترم، وبشكرك ودي زود حضرتك احترام لدي. إذن حضرتك بتتحدث بوصفك وكيل الشركة الصينية التي جلبت العرض للكابتن مؤمن زكريا. بالضبط يا فندم. تفضل يا فندم. مظبوط. طيب أولا حضرتك أهلي إن حضرتك مسؤولية كاملة عن المعلومات اللي حضرتك اتكلمت فيها في التقرير. طبعا. طيب رقم اثنين، ان انا لما اتكلم في امر مصر كلها بتتكلم فيه في الوقت الحاضر، ما ينفعش ان انا اتكلم لمجرد كلام الا ما يكون فيه مستندات. تمام. طيب الى هذا الحين انا مش هقدر ااكد او انفي الكلام اللي حضرتك قلته الى حين حضور الوفد زي ما حضرتك اشرت، وانا احترم في حضرتك ذلك، ونحن اتفقنا سويا انني لن اجبر حضرتك على الحديث في امور ربما تفسد الصفقة، وحفاظا على سريتها لك ان تصرح بما تريد. حضرتك تاني بقرر لحضرتك ان شاء الله انا اوعدك ان يكون حضرتك حصريا عندما يتم الاتفاق وحضور الوفد الصيني، حضرتك اول من يكون له حصرية الخبر. طيب اسمح لي اسأل سؤال واحد واقفل موضوع مؤمن زكريا. هناك عرض صيني بالفعل، هذا ما اريد ان اؤكد عليه دون الخوض البسيط. هناك عرض صيني بالفعل، ولكن انا ما اقدرش اؤكد او انفي تفاصيل بعد حضور الوفد. بتفق معك. يعني اعود حضرتك تاني ان حضرتك هيكون لحضرتك الحصرية في حالة حضور الوفد واتمام الصفقة. وانا بحترم في حضرتك ذلك جيدا، ولكن برضه خلي بالك احنا شطار يا عم حسام. حضرتك كبير ومقامك كبير فوق الراس، وحضرتك علم من اعلام الاعلام، وبنستفيد منك الكثير. ربنا يخليك يا استاذ حسام، وانا بشكرك في ثقتك في البرنامج. طيب خليني بس اقول انك انت كمان من اهم الناس اللي بيتعاملوا مع الدوريات الخليجية وبصفة خاصة المملكة، وانت تعتبر من اهم الناس اللي بيتعامل معاهم منتخب السعودية لكرة الصالات. لا هو هقول لحضرتك الموضوع بإيجاز. اولا انا ماليش علاقة بكرة الصالات، ولكن هي المسألة بتيجي في مسألة الثقة، يعني بتخش في الهرمون بتاع الثقة ازاي. انا تعاملت يعني بفضل الله عز وجل 9 لاعبين من الاسماء الرنانة في الدوري المصري. بتوفيق ربنا قدرت ان انا
اوقع للاعبين دول في انديه الدرجه الثانيه السعوديه وبعض المدربين، بس انا طبعا مش هقدر اذكر طبعا هذا حقك. تمام. في الفتره اللي فاتت، وان شاء الله يعني ان شاء الله يبنوا بلاء حسن، وان شاء الله يكونوا سفراء او يحطوا النواه او يزرعوا النواه، يحطوا النواه لاقرانهم بعد كده ان هم يفتحوا ابواب للعيبه المصريه لتكمله المشوار ان شاء الله. بس انت يبدو انك انت وكيل اعمال شاطر، لانك بتعرف تدي المعلومه التي تخدم مصالحك. لا هقول لحضرتك والله الموضوع مش موضوع شطاره، هو المساله مساله توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ليس الا. وفي نفس الوقت حضرتك احنا في هنا بعض الامور بتحتاج للمصداقيه وبتحتاج للشفافيه. كل الامور ان انا اتعاملت مع بعض الوكلاء السعوديين المحترمين بمنتهى المصداقيه والشفافيه، وطبعا ده اسرى فكر يعني جدد عمل يعني عمل تنشيط او تغيير مفهوم هم واخدينه عن الوكلاء المصريين. وبفضل الله عز وجل انا في 5 انديه داعين لي للحضور للسفر للمملكه واداء العمره ان شاء الله وزياره الانديه دي. طيب هل هناك بعض اللاعبين ممكن ان نتحدث عنهم خلال انتقالات الشتاء للدوري السعودي او غيره؟ ان شاء الله هو في الطريق بمشيئه المولى عز وجل، يعني في خلال الرحله دي انا في لاعب برازيلي مهم ان شاء الله بنقوم بعرضه على نادي الشباب، وان شاء الله في لاعب مصري ان شاء الله بنعرضه، بس طبعا مش هنقدر نذكر الاسم دلوقتي. لاعب مصري هو محترف في دوري من دوريات شمال افريقيا، هو مهاجم ان شاء الله برضو بنعرضه على احد اهم الاندية السعودية باذن الله. يعني كل التوفيق ليك والعمر مرعي ان شاء الله يكون في الدوري السعودي. حضرتك دي فراسة من حضرتك، لكن ما نقدرش نأكد نقول او لا الا بعد يا رب نجي بخير. وعلى فكرة وده شغل الايجنت السليم، انه دائما يؤمن بالتوقيع حتى يعلن رسميا الحقيقة. اذا خليني قبل ما اسيب حضرتك واشكرك، العقد الصيني العرض الصيني لمؤمن زكريا حقيقي، ولكن ليس هناك خوض في التفاصيل في هذا الوقت. العرض مظبوط حقيقي 100%. شكرا جزيلا استاذ حسام عبد الله وكيل الشركه الصينيه جالبه العقد لمؤمن زكريا لانضمامه الى احد الانديه الصينيه خلال الفتره القادمه، وبالتحديد ب 750 الف دولار شهريا. خلينا نقول لكم التفاصيل حصريه لكره بلدنا زي ما جاءت في التقارير. احمد يحيى وكيل اللاعب المحترم تحدث مع الاستاذ حسام عبد الله اللي انفردنا به معانا على الشاشه، وتحدث معه في ان هو يرغب في تسويق مؤمن زكريا خارج مصر. كان الكلام عن حاجه خليجيه وامور اخرى. حسام عبد الله عن طريق الشركه الصينيه التي يعمل وكيلها اتكلم في عده عروض، انتهى الامر الى انه هناك عرض جاد من احد الفرق الصينيه، وبالتحديد فريق في مركز قبل الاخير في الدوري او الجدول الدوري الصيني بمبلغ 750 الف دولار في السنة الواحدة. اتفق مع اللاعب الكابتن مؤمن زكريا واحمد يحيى، كان ليهم غرض، قال لك نحترم النادي الاهلي وجماهيره، مش عايزين نتكلم في مفاوضات الان، احنا متفقين انا عايز اروح الصين والعرض رائع، ولكن مش هتكلم الا بعد بطولة افريقيا. اتفق احمد يحيى والكابتن مؤمن زكريا مع حسام عبد الله بمخاطبه الشركه الصينيه والنادي الصيني ان يحضروا الى القاهره في 15/11/2018 القادم. بعلاقتنا عرفنا، بس انا في حاجات مش هطلعها برضه دلوقتي، اؤكد لكم حصريا لكره بلدنا ان المندوب النادي الصيني مع الوفد الذي سيحضر للقاهرة سيكون في القاهرة 15/11، وتم الحجز بتذاكر عن طريق شركة كايرو ايد التابعة لشركة مصر للطيران. هي مش واضحة عندي كايرو ايه يا جماعة، عشان اقول المعلومة بدقة بس عشان كل الدنيا بتتفرج علينا. انا بقول كمان للاستاذ حسام عبد الله
انا اجيب له، انا اجيب بس من رقم الحجز معاكم على الهواء دون ان اذكر رقم الحجز او ساعة الوصول او الرحلة او رقم الرحلة، ولكن ساكتفي ان انا اقول لكم الشركة الناقلة، الشركة الناقلة هي احد شركات المملوكة لمصر للطيران، بس انا اقول لكم بالتحديد علشان المعلومة يبقى ليها تمن واكون مدقق. ال 15 11 الحضور بعد البطولة الافريقية تم الحجز على كايرو رايد التابع التابعة لشركة مصر للطيران، وهي شركة جديدة مملوكة لشركة مصر للطيران. الخلاصة ان العرض الصيني الذي اعلنته امام حضراتكم حصريا في كورة بلدنا كايرو اير، كايرو اير، كايرو اير احد الشركات المملوكة لمصر للطيران. بشكر احد صديقي من العاملين في مصر للطيران بيتابعني، فكانت مش واضحة عندي في الكتابة، فقال لي كايرو اير احد الشركات المملوكة لمصر للطيران، وبالفعل مؤمن زكريا بنسبة لا تقل عن 70%، وانا بكلمكم في الدوري الصيني. لأحمد يحيى حق الرد، للكابتن مؤمن زكريا حق الرد، للنادي الاهلي حق الرد. انقل اليكم معلومة مفادها ان مؤمن زكريا لم يجدد للنادي الاهلي حتى الان، ان المفاوضات كلها لم تتعدى سوى 5 مليون جنيه اللي مستحق المؤمن زكريا قديمة لدى النادي الاهلي، ان مؤمن زكريا يرغب في ان يلعب خارج مصر خلال الفترة القادمة. 750,000 دولار العرض الصيني في الموسم الواحد، هذه حقيقة قصة مؤمن زكريا حصرية لكورة بلدنا. طيب قبل ما اروح لبعض الامور الاخرى، وعندي انفراد مهم جدا خاص بنادي الزمالك، قبل ما ارجع تاني لاخبار النادي الاهلي لان عندي موضوع مهم خاص بالمزايدة، وكمان الزميل المراسل او الزميل الصحفي او مندوب البي بي سي زي ما تسموه في مفاجأة في كرة بلدنا سأعلنها بشأن المداخلة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها بين هذا الزميل المحترم في البي بي سي والمحترم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. عندنا اليوم فصل الخطاب، هل هو يعمل في البي بي سي؟ لا يعمل للبي بي سي، حصلنا على مستند دامغ يقتل الشك باليقين. ولكن قبل ما أروح للموضوع ده خليني أطير معاكم إلى نادي الزمالك، ومنذ ساعات كانت هناك أخبار مهمة للغاية. بدأت الأخبار باستقالة أيمن حافظ من الجهاز الإداري كمديرا للكرة بنادي الزمالك، أعقبه استقالة أو إقالة الأمير عزم مجاهد، أعقب ذلك رجوع أمير عزم مجاهد في الاستقالة. أمام ثلاثة مواقف مهمة كلها مليئة بالكواليس، لابد أن نستدعي لها لمزيد من التفاصيل مراسلنا في نادي الزمالك الأستاذ علاء حمام. أستاذ علاء حمام السلام عليكم. السلام أستاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولجميع السادة المشاهدين. خلينا نبدأ من كواليس استقالة أيمن حافظ يا أستاذ علاء. النهاردة صدر قرار من نادي الزمالك بيوضح فيه في القرار ده استقالة الكابتن أيمن حافظ، وقال إن الكابتن أيمن حافظ استقال بسبب ظروف خاصة بيه. إحنا تواصلنا ومن مصادرنا علمنا إن كان في أزمة كبيرة جدا وقعت بين الكابتن أيمن حافظ وبين مسؤول الزمالك في الساعات الأخيرة. تمام. وتحديدا قبل الفريق ما ياخد أجازة، الفريق كان واخد أجازة 5 أيام، قبل الفريق ما ياخد أجازة اندلعت الأزمة دي. كان في ضغوط على مستر جروس من قبل رئيس نادي الزمالك بيطالبوا باشراك ايمن حفني ومصطفى فتحي بدلا من الثنائي محمد ابراهيم ومحمود كهربا. تمام. الضغوط دي استمرت فتره طويله جدا لدرجه ان مستر جروس في اخر الايام انفعل واتهم رئيس الزمالك بتخريب الفريق وان هو كده بيدخل في عمله، وكان في حاله انفعال كبيره جدا، والانفعال ده تم امام الكابتن ايمن حافظ. تمام. احد اعضاء الجهاز الفني اللي له علاقه برئيس النادي وبنجله اتصل بنجل رئيس النادي وحكى له اللي حصل من قبل مستر جروس، وقال ان الكابتن ايمن حافظ كان موجود.
فنجل رئيس النادي عرف ان الكابتن ايمن حافظ ما بلغش رئيس النادي وقعت مستر بوس كمان ما بلغوش. فاجرى اتصال بالكابتن ايمن حافظ وتحدث معاه بطريقه غير لائقه وانفعل عليه. فطبعا الكابتن ايمن حافظ غضب وزعل من الموقف ومن طريقه التعامل، فاتصل برئيس نادي الزمالك بيحكي له. فاكتشف ان رئيس نادي الزمالك بيأيد نجله وشايف ان نجله عمله ده قرار صائب، وان الكابتن ايمن حافظ هو اللي اخطا انه ما وشاش وما قالش على تصرفات مستر بروس ورايه في مساله الضغط عليه في اشراك لعيبه بعينهم. يعني الجرم الذي ارتكبه ايمن حافظ، عشان نوصل للساده المشاهدين، انه صمت على اهانه رئيس النادي من قبل جروس، وكمان ما ابلغش رئيس النادي حفاظا على استقرار الجهاز. دي حقيقه. دي ماشي حقيقة. اوكي. فطبعا كابتن ايمن حافظ حس كده ان مفيش رغبه في وجوده وان لازم يتعامل معاه بطريقه غير لائقه، فتقدم باستقالته. يعني الكابتن امير مرتضى منصور المشرف العام على الكره تحدث لايمن حافظ ووبخه بالفاظ قاسيه وقال له ازاي انت تبقى قاعد وبابا يتشتم وكمان ما تبلغش بابا باللي قاله جروس. لا رديت على جروس ولا بلغت بابا. وكان عليه الاتهامات. الكابتن ايمن حافظ ما ردش واتصل برئيس نادي الزمالك ابلغه ان امير تعدى عليه بالقول. رئيس نادي الزمالك كان عنده خلفيه من نجله امير مرتضى منصور بالواقعه بكلها برمتها، فقال لايمن حافظ اللي قاله لك امير مظبوط وانت فعلا كده، صح الكلام اللي انا قلته؟ كلام سليم. واتهمه بالخيانه وان هو ازاي ما وشاش وازاي ما قالش على تصرفات جروس. وبناء عليه ايمن حافظ قال السلام عليكم انا مستقيل. تمام. طبعا رئيس نادي الزمالك بث فيديو وحاول فيه يجمل الصوره ويشكر الكابتن ايمن حافظ ويتكلم عليه بشكل ايجابي. لان طبعا الحقائق كلها بتثبت ان كده الكابتن ايمن حافظ الراجل ما اخطاش في اي شيء، بل بالعكس ده هو حاول يحافظ على استقرار الزمالك وما حاولش يوصل الازمه اللي تمت من زعل مستر جروس، مش الازمه، ما حاولش يوصل زعل مستر جروس من تدخلات رئيس نادي الزمالك حفاظا على فريق، خاصه الفريق متصدر الدوري ومحقق نتيجه كويسه، فاز بمباراه السوبر ومقبل على مباراه مهمه جدا في كاس مصر يوم الثلاثاء. طيب ده بالنسبه لايمن حافظ. عندنا امير عزم مجاهد استقال، ثم جاءت اخبار انه استبدل بالكابتن ايمن عبد العزيز، ثم جاءت اخبار بانه باقي وعدل عن الاستقاله وتراجع عنها. سلام سليم. هو في ازمه قائمه خلف الستار بين امير عزمي المدرب المساعد وبين امير نجل رئيس نادي الزمالك. تمام. امير عزمي عنده حاله انسجام كبيره جدا بينه وبين اللعيبه. وفي حالة حب كبيرة، واللعيبة دايما بتنفذ تعليماته وهو قريب منهم. وفي رحلة السعودية اللي الزمالك واجه فيها فريق الهلال السعودي، نجل رئيس النادي كان موجود، فشعر ان في تهميش من قبل اللعيبة وان اللعيبة بتنفذ تعليمات امير عزمي بصورة اكبر وبصورة اسرع من التوجيهات والتعليمات اللي هو بيقولها. تمام. فبالتالي لما رجعوا بلغوا مستر جروس وقالوا له ان لازم يكون موجود معاك مدرب مصري اكبر من امير عزمي، عشان امير عزمي صغير وخبرته قليله، واحنا عندنا رغبه ان يكون في مدرب مصري اخر مع امير. تمام. وعرضوا عليه ثلاثه اسماء، مستر جروس اختار ايمن عبد العزيز. تم ابلاغ الكابتن ايمن انه هيجي يشتغل مع الفريق، لكن هم ما بلغوش مستر جروس برحيل امير عزمي مجاهد. تمام. بلغوا ان الكابتن ايمن هيشتغل في وجود امير عزمي مجاهد. تمام. اتصلوا بامير عزمي مجاهد وبلغوه ان الكابتن ايمن جه وان كده صلاحياته ما بقتش موجوده وان كل الصلاحيات انتقلت للكابتن ايمن عبد العزيز. تمام. فطبعا ده اغضب الكابتن امير عزمي لان الراجل ما قصرش في حاجه، بالعكس شايف ان هو بيأدي دوره بصوره كويسه، علاقته كويسه باللعيبه، علاقته كويسه بمستر جروس، علاقته كويسه بالجهاز المعاون، فالراجل طبعا حاسس كده ان مفيش رغبه في وجوده وان ده تخطيط للاطاحه بيه. وبناء عليه استقال. بناء عليه استقال. مستر جروس لما التدريب اكتشف في وجود الكابتن ايمن عبد العزيز فقط. طبعا رحب بيه وقال له انا وافقت ان انت تشتغل معايا
وهتبقى فرد من التيم بتاعنا كلنا، واحنا كلنا تيم واحد، وهدفنا انتصارات وبطولات لنادي الزمالك. تمام. سأل على الكابتن امير عزمي، سألوه ان هو استقال، فجات لي معلومة ان هو تواصل معه عن طريق احد الاشخاص وعرف ان هو استقال بعد ما اخبروه ان هو كابتن ايمن عبد العزيز خد صلاحياته وخد دوره وخد كل حاجة، وان هو كده ملوش اي دور، فبالتالي الراجل فضل ان هو ينسحب. لكن مستر جروس اخبره او اخبر يعني الشخص اللي اتصل بيه، ولا انت دورك موجود وايمن جاي ليه دور معين وانت ليك دور معين، وانا وافقت على قدوم ايمن مع وجوده ومع استمرارك. كمان برضو الكابتن ايمن عبد العزيز بصراحه عمل موقف نبيل جدا، انه اجرى اتصال بالكابتن امير عزمي مجاهد وكلمه وقال له لا انت لازم تكون موجود، انا مش جاي عشان امشيك، انا لما كلموني قالوا لي ان انت موجود وان انت موجود في الجهاز وان انا هاجي اساعد معاكم، كلنا اولاد النادي وكلنا هدفنا النادي. تمام. فطبعا الكابتن امير عزمي لما لقى الموقف النبيل ده من الكابتن ايمن عبد العزيز ومن الجهاز الفني وتمسك مستر جروس بوجوده، فالراجل طبعا عرف كده ان هو هيبقى له دور، فالراجل تراجع عن الاستقاله بعد الاتصالات اللي اغريت معاه. يعني اذا دي كواليس الاستقاله بتاعت امير وعودته فيها. تمام. اذا الخلاصه ان ايمن عبد العزيز موجودا بصفته ايه؟ مدرب عام ولا مدرب؟ لا الاثنين يعتبروا مدربين مساعدين لمستر جروس. مدربين مساعدين لان الراجل معاه المدرب العام بتاعه. الراجل الاجنبي هو معاه مدرب اجنبي، هو ده اللي يعتبر المدرب العام بتاعه، وهو يعتبر برضه محلل الاداء برضه معاه. وده اقول لحضرتك ده اسمه كولي اودي. كولي اودي توينبو ده يعتبر محلل الاداء، وده المدرب العام اللي موجود مع مستر جروس. تمام. عنده بير اندريه ده برضه راجل مدرب برضه من ضمن مساعدينه، والكابتن ايمن عبد العزيز والكابتن امير عزمي مجاهد دول مدربين مساعدين، ومعاه شيخ بوزيان اللي هو مخطط الاحمال، ومعاه مستر توماس جروبر اللي هو مدرب حراس المرمى. طيب قبل ما نروح لباقي اخبار النادي الزمالك، وبشكرك يا استاذ علاء خليك معايا ما تقفلش، ومعانا الاخبار تباعا وانفراد كرة بلدنا بكواليس رحيل ايمن حافظ عن الجهاز الفني لنادي الزمالك واستقالة امير عزمي مجاهد ثم عودته مرة اخرى، عناوين معاكم على الشاشة واحنا بنتكلم معاكم. قبل ما نروح للشق الفني واخر اخبار نادي الزمالك اللي انتم بتنتظروها كل يوم مع زميل المحترم الاستاذ علاء حمام واخر اخبار فريق كرة القدم، خليني اقول لكم على كواليس ايقاف رئيس نادي الزمالك النهارده لبعض الاعضاء العاملين في النادي اثناء دخوله من بوابه الملك فاروق او شارع الملك فاروق. بالتحديد في تمام الساعه 2:30 عصرا دخل رئيس نادي الزمالك. شاهد رئيس نادي الزمالك عند نزوله من سيارته افرنا وهم يقومون بالسماح للاعضاء بالدخول من البوابه الثانيه لشارع الفاروق. تفاجأ رئيس نادي الزمالك من التفاعله بعدم دعم او الموظفين من هذه البوابه بل افراد الامن انه قبل دخول النادي زي ستة لفصيل. وما كان من رئيس النادي الا انهال بالضغط لافراد الامن، ولم يكتفي بذلك كقرننا شهود الان بل قام بسحب كرنيهات بعض الاعضاء وامر بايقافهم جميعا. وفي الوقت الذي حرص احد الاعضاء للتصدي لما يحدث بشكل مهذب قال لرئيس النادي اشمعنى انت بتدخل من البوابه دي واحنا ما ندخلش، احنا اللي انتخبناك ولازم تراعوا مشاعر. كلمات لم تعجب رئيس نادي الزمالك ورجع نحوه بواب من السباب اللزع. وتطور الامر بين رئيس النادي احد الاعضاء الى الاشتباه وتدخل افراد الامن الذي قاموا باخراج العضو من داخل النادي الى اخره، وتم سحب العديد من النهاد لمجرد انهم تصادوا دخول مع السيد رئيس نادي من ذات الباب. هذا التقرير يصب لكم هذه الواقعة التي شهدتها بوابة الملك فاروق او شارع الملك فاروق في تمام الساعة 2:30 اليوم. اصدقاء المقربين للكابتن ايمن حافظ الذي تحدث معنا مستاء لما حدث من رئيس نادي الزمالك ونجله تجاه الكابتن ايمن حافظ، زي ما قلت قبل كده سابقا، وايمن حافظ تربطني بيه صداقة قوية للغاية، وانقطعت صداقتنا منذ فترة
بسبب كثير من الامور التي لا ارضاها للكابتن ايمن حافظ، لانه قيمه وقدر كبير ووجهت له رسائل كثيره جدا انك مع على اول محطه هتتباع وما يكونش لك دور. انا باكد لاصدقائه المقربين وبالتحديد من حدثني من اصدقائه المقربين ان الكابتن ايمن حافظ بيحظى معي باحترام، وهو صديق عزيز وراجل عشرة سنين. يعني الكابتن ايمن حافظ يضرب معي في علاقة صداقة فقط 15 سنة، ومع ذلك فرقونا منهم لله. النهاردة الايام بتثبت صحة ما اقوله دائما، مهما تخدم مع اول محطة خلاف لن يكون لك دور، انها ادارة غلت واصبحت تدير حسب الكيف والمزاج للأسف الشديد. طيب خليني على حمام اختم معاك الاخبار الخاصة بفريق نادي الزمالك، تفضل يا استاذ علاء. عندنا جهاز الفني للزمالك اجرى اتصال بالكابتن حمد النقاز لاعب الفريق اللي هو موجود في تونس، كان بيشارك مع منتخب بلاده مباراة النيجر، وحذره من التأخير. المفروض موعد النقاز يوم السبت، طلب ان هو يلتزم بالموعد ويكون موجود، لان الفريق مقبل على مباراه مهمه جدا امام الانتاج الحربي يوم الثلاثاء بدور ال 16 بطوله كاس مصر. تمام. عندنا لجنه المسابقات النهارده طلعت القرار الرسمي بتاجيل مباراه الزمالك والمصري، ودي كانت هتقام الاسبوع ده الاسبوع رقم 11، واحنا كنا عارفين ان هي تم تاجيلها، لكن القرار الرسمي طلع النهارده بسبب مشاركه فريق المصري في البطوله الكونفدراليه. عندنا مستر جروس النهارده عقد اجتماع مع اللاعبين قبل المباراه قبل التدريب، ويطالبهم ببذل اقصى مجهود في التدريبات والتركيز عشان عندهم مباراه كبيره امام، ويطالبهم بتخطي الانتاج والتاهل الثمانيه من بطوله كاس مصر. تمام. برضه حذرهم وقال لهم ان اي نتيجه غير الفوز هتؤدي الى الخروج من بطوله كاس مصر، ودي بطوله مهمه للزمالك، والزمالك داخل البطوله هو حد. وحذرهم من فريق الانتاج الحربي وقال لهم ان فريق الانتاج الحربي من فريق جيده جدا بالدوري ونتائجه جيده، ويتمتع بخط هجوم قوي جدا، ولازم دفاع الفريق يكون حذر من تحركات مهاجمي فريق الانتاج. تمام. عندنا النهارده في التدريبات شاك حميد احداد المغربي بعد ما رجع من الاجازه اللي كان حصل عليها طبعا هو باقي اعضاء الفريق، كمان شارك عمر صلاح وادب الفتوح ثنائي المنتخب الاولمبي. وعندنا برضو ان طبعا ما شاركش نساسي ده بايت الطريق من تونس، نوصل خلال الساعات الاخيره. كمان برضو طبعا زي ما قلنا النقاز هيجي يوم السبت، والكونغولي كاسونجو هيصل من بلاده الجمعه بقى اللي هو النهارده ان شاء الله. طبعاً الثلاثي الدولي واخد راحه من التدريبات، طارق حامد ومحمود جنش ومحمود حمد الونش، وان شاء الله يكونوا موجودين بكره في التدريبات. عندنا محمد كاماتشو الظهير الايمن نادي الزمالك، واللي شارك في مباراه ميني السمنود كان تعرض للاصابه شد في العضله الخلفيه، لكن اللاعب تعافى وشارك النهارده في التدريبات بصوره جيده، وهيكون موجود ضمن اللاعبين الجاهزين لمشاركه في مباراه الانتاج. عندنا نجحنا ان احنا نجيب مشوار الزمالك في بطوله افريقيا لكره اليد، الزمالك فريق الزمالك لكره اليد بيشارك في بطوله افريقيا بساحل العاج، اول مباراه للزمالك يوم 20 اكتوبر هيبقى الزمالك وبتروسبورت الجابوني، يوم 21 الزمالك هيقابل فريق المجمع البترولي ده جزائري، يوم 22 الزمالك هيقابل فريق جي اس كي ده كونغولي، يوم 24 الزمالك هيقابل فريق الرجاء المغربي، وطبعا الزمالك معروف ان هو من ابطال قاره افريقيا في كره اليد ودايما الفريق بينافس على اللقب. اخيرا في اجتماع تم بين رئيس الزمالك وبين اللاعبين بعد انتهاء التدريب، ورئيس الزمالك اتكلم وقال كلام ان مفيش لعيب هيرحل عن الفريق وان اللعيبه كلها هتكون موجوده في يناير، واخص بالكلام بتاعه ايمن حفني واحمد مدبولي وعماد السيد ومصطفى فتحي، وقال ان دول مش هيرحلوا وهيكونوا موجودين مع الفريق وهيكملوا مع الفريق. برضه رئيس نادي الزمالك هاجم بشده وبعنف الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد وعضو اللجنه الاولمبيه الدوليه، وهاجم برضه المهندس هشام حطب، وهاجم عمرو مصطفى فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي بعنف. ورئيس نادي الزمالك قال للاعبين ان انتوا نجحتوا في الفوز بالسوبر المصري السعودي اللي يقيم في السعوديه، وان المباراه الثانيه اللي هتقام في مصر الزمالك هيشارك فيها وهتكون ضد اتحاد جده، وده السوبر المصري السعودي الثاني، وقال ان مفيش فريق ثاني هيشارك غير الزمالك، وان هو ابلغ اتحاد الكوره بالكلام ده وابلغ الاتحاد العربي برضه بالكلام ده، وقال للاعبين ان جميع المستحقات بتاعتهم هتتصرف قبل مباراه الانتاج الحربي، وطبعا طالبهم بتخطي فريق الانتاج الحربي والتاهل لدور الثمانيه من بطوله كاس مصر. عندنا ازمه النهارده اداريه كبيره جدا وقعت بين وليد مدير شؤون العاملين وبين الاستاذ شريف حسين نائب المدير التنفيذي، لان الاستاذ وليد مدير شؤون العاملين اكتشف
اختفاء دوسيه الاستاذ شريف حسين من الاداره، ولما سال عرف ان الاستاذ شريف حسين هو اللي خد الدوسيه بتاعه، فدي طبعا تعتبر مسؤوليه، فطالب الاستاذ شريف حسين اللي هو يرجع الدوسيه بتاعه اللي هو خده من الاداره، لان طبعا في قرار تعيينه في اوراقه كلها، فدي لازم تكون موجوده لانها عقده لمدير، عقده على مدير شؤون العاملين بنادي الزمالك. شكرا جزيلا استاذ علاء حمام على كل هذه المعلومات. عندي كمان صور ليكم، النهارده طبعا 18 كان من المفترض ان رئيس نادي الزمالك في هذا اليوم قال ان رغم الغاء الجمعية العمومية اللي احنا تراجعنا عنها والغناها، الا ان الاعضاء عيقوا في رسالة ان نادي الزمالك ضد المؤامرات، هذا على حد قوله. احد اعضاء نادي الزمالك المحترمين ارسل لنا صورا لنادي الزمالك صباحا ونادي الزمالك مساء. قبل ما اخذ هذه الصور، حق الرد مكفول المحترم الاستاذ احمد يحيى وكيل اللاعب الكبير النجم مؤمن زكريا طلب المداخله. كابتن احمد يحيى، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ عبد الناصر. اهلا بك يا فندم، منور كره بلدنا وشرف لينا وجودك معنا. ربنا يخليك. سلام حضرتك. اتفضل يا فندم. هو كان استاذ احمد السيد كلمني ويقول لي ان يعني حد اتكلم ويقول في عرض سيني مؤمن وقصه كده، انا مش عارف التفاصيل يعني. هو بس احنا يعني لحد اللحظه دي احنا ما فيش اي حاجات، مفيش عرض سيني او غيره يعني، ما اعرفش طبعا. وارد يكون في حاجه جايه اليومين الجايين دول، لو في اي حاجات طبعا هتبقى من خلال النادي طبعا. تعرف مؤمن لسه عقده مستمر مع النادي، فطبيعي اي حاجه هتيجي دلوقتي هيبقى التفاوض عن طريق النادي طبعا. بس ف دي نقطه. النقطه الثانيه، انا شايف الموضوع بس ايه، كل يوم عروض هو اصلا مفيش مشكله مع النادي الاهلي يعني، مفيش مشكله. محدش يتكلم في اي مشاكل بين الاهلي وبين مؤمن. لا انا مش بتكلم على دلوقتي، انا بتكلم عموما يعني الاجواء العامه. الناس وصل لها ان هو من رافض يجدد ومؤمن بيساوي النادي، والكلام ده اصلا مالوش وجود اساسا. يعني ولو في اي حاجه الناس كانت في النادي هتقول، ما فيش حد في النادي الاهلي طلع قال كده، ولا في اي ولا ده ليه وجود. القصه كلها يا كابتن احمد انت كتوم قوي برضه. ما لا خالص يعني، ده احنا بنوصل لك باعجوبه يعني. لا والله ابدا يعني. الناس هتجيب معلومات منين وانت مش هتقدر تقول اي حاجه؟ والله انا اطلع كل يوم اتكلم يا عبد الناصر، انت عارف الموضوع. ما هو انا كاعلامي انت بتطلع تنفي، فطلوعك مؤذي بالنسبه لي. يعني الاعلاميين عايزين معلومه تاكيد مش معلومه نفي. ما انا اول كلام مش موجود، مش هينفع برضه يعني. انت برنامج يعني برنامج كبير، ومش هينفع حد يقول عندك حاجه مش سليمه يعني. هو انا ما اكدت فيها كابتن احمد ان هذه المعلومات حصلت عليها عن طريق علاقاتي الخاصه وبالتواصل مع ناس انت عارف، ما ينفعك ان انا اقول مصادري على الهواء، ولكن في بعضها من خلال ايميل مع النادي الصيني نفسه. لا هو انا فانت خلي بالك، انت صح واحنا صح. انت بتتكلم انه لم يصل، احنا وارد يكون في حاجه، لكن احنا حتى الان ما وصلناش حاجه يعني. ما اقدرش اقول لحضرتك انا معايا حاجه وانا فعلا معيش حاجه. لا انا بقول لك بس عشان تستعد، الناس جايين يوم 15/11، والناس جادين جدا في العرض، وبعيدا عن تفاصيل العرض لان انا عندي الايميل بالتفصيل، ساحترم مصدري لان وعدته ان انا مش هتكلم في التفاصيل. العرض الصيني جاد، الاهلي صاحب الكلمه، مؤمن زكريا هو ابن للنادي الاهلي، يتحرك من خلال ناديه، عقده ساري في النادي الاهلي، هذا العرض لا يعيبه بالمره، ولكن ربما يجد ضالته معه نظرا لارتفاع المبلغ المالي عليه. هذا ما يقرره النادي الاهلي ويقرره مؤمن حال وصول العرض الرسمي ليك. وارد، ما اقدرش اقول لك لا، القصه ده عرض، ولو عرض هيناسب النادي واللاعب بالظبط هيبقى فيه جديد. ولذلك هم اختارونا. انا على فكره اول مره اعرف الاستاذ حسام عبد الله، هم اللي اختارونا في الميل، ان اللي متحدث معهم ووكيلهم في مصر هو المحترم الكابتن حسام عبد الله وكيل اللاعبين، وهو وكيل الشركه او المتحدث باسمها في مصر. الراجل قال نفس كلامك على فكره، قال هذه المعلومات على مسؤوليتك الشخصية وبرنامجك محترم، لا أستطيع أن أنفي ولا أستطيع أن أؤكد. لا احنا زي ما قلت لك بالظبط، احنا لو في حاجه احنا ما عندناش مشكله،
انا برضو اوضح الجزء بتاع ان مفيش مشكلة بين مؤمن وبين النادي الاهلي، احنا في تفاوض عادي جدا ومفيش اي ضغوط على حد، لا على مؤمن ولا على النادي، والامور ماشية طبيعية جدا، يعني مفيش اي مشكلة. ده شيء مهم انك انت وضحته لجماهير النادي الاهلي، وانا اعرف جيدا دماسة خلق مؤمن واعتزازه بالنادي الاهلي. قول لي بقى اخبار الخمسة مليون القدام ايه، خلصوا ولا لسه؟ لا خلاص كل حاجة ماشية، يعني النادي ان شاء الله مسهل الامور في الجزء ده، بنتفاوض في بقية العقد الجديد ان شاء الله هنوصل لنقطة والموضوع هينتهي. القديم اتفقتوا على الدفعات ولا لسه؟ لا خلاص، يعني هو مفيش مشكلة، هو القصة كلها خلاص النادي يعني ما عندوش مشكلة، ما عندوش اعتراض على الجزئية دي. فاهم، خلاص احنا عدينا المرحلة دي. احنا يعني خلاص عديتوا المفاوضات على المبلغ القديم بالظبط، كل التفاوض في القصة الجديدة بقى، نوصل لنقطة بإذن الله قريب، إلا بقى لو جد جديد حاجة زي اللي حضرتك بتقولها كده ممكن تغير الأمور شوية. عموما تقديرا مني ليك، بعد الهوى ان شاء الله سأرسل لك الفاكس الذي جاءني من النادي الصيني، وهم جادين جدا، والكلمة الأولى والأخيرة للنادي الأهلي. ماشي ربنا يخليك، شكرا جزيلا كابتن أحمد يحيى وكيل الكابتن مؤمن زكريا. يعني نجتهد لكي نأتي إليكم بمعلومة بعيدة، معلوماتنا كل البعد عن المزايدة أو الإثارة. لا، أنا من المدرسة التي لا تتحدث في انتقالات اللاعبين، ولا يستهويني وليس عندي شهوة البحث عن من يجدد أو من يروح أو من يجي. أنا من المدرسة التي لا تهتم بهذا الملف، ولكن زي ما احنا بنخاطب اللجنة الأولمبية الدولية، وزي ما احنا بنخاطب الفيزا، وزي ما بنخاطب الكاف، عندنا أصدقاء أعزاء في فريق إعداد محترم وصل لهم معلومة، عرفوا اسم النادي، مين لينا دلوقتي 7 أيام شغالين على المعلومة، إلى أن وصل إلينا الفاكس الإيميل التفصيلي اليوم من النادي. أصلا أنتوا عارفين الناس هناك عندها شفافية مطلقة، يعني وارد يجي وما يتفقش، ولكن الناس بمنتهى الشبافية قال لك احنا فعلا في عرض ب 750 الف دولار للكابتن مؤمن زكريا. احنا النهاردة تأكد نزولنا حجزنا على شركة كايرو اير التابعة لشركة مصر للطيران، سنكون في القاهرة 15/11 بناء على اتفاق مسبق بين اللاعب وما بينا. اللاعب يحترم نادي جدا واكدوا على ده، وانه قال ما فيش كلام الا بعد بطولة افريقيا. كمان اللاعب قال ان الكلمة النادي، وان هو مرتبط بعقد مع نادي، وان المفاوضات ستكون مع النادي. هذا هو انفرادي بشكل بسيط، لا في مؤمن على خلاف مع الاهلي، ولا مؤمن سايب الاهلي، ولا مؤمن ماشي من الاهلي. انا بقول لكم العرض المالي ربما يجعل مؤمن زكريا بنسبة 70% في الدوري الصيني. هتقولوا لي ايه سبب انك انت قلت كده يا عبد الناصر؟ اقول لك لان المبلغ مغري، وان النادي الاهلي عارض اقل من ده، ووارد الاهلي مع مؤمن يوصلوا صيغة ان مؤمن يروح الدوري الصيني، لان مؤمن يشعر في هذا السن انه خلاص عمره بينتهي كلاعب، دي شعور لديه، فهو عايز الافضل ليه كمحترف، وهذا حقه، لا يقلل من قيمة مؤمن ولا يقلل من قيمة النادي الاهلي العظيم. خدنا من الكابتن احمد يحيى قولا واحدا، أزمة الخمسة مليون انتهت، وعداها الكابتن مؤمن في مفاوضاته مع الكابتن محمد يوسف في النادي الأهلي، وإني حاليا الكلام على التجديد. أثناء التجديد ظهر هذا العرض الصيني اللي أنا انفردت به معاكم، إما أن يوقع مؤمن للأهلي ويرفض العقد للعرض الصيني، وإما أن يتم العرض الصيني وينتقل مؤمن للدوري الصيني. هو كل ما يخصني في كرة بلدنا المعلومة، لكن مؤمن يروح فين هذا لا يعنيني بالمرة. يبقى للأهلي هو أدرى بمستقبله، يذهب إلى الدور الصيني هو أدرى بحاله. أنا لست طرف لا مع الأهلي في مفاوضات ولا مع الفريق الصيني في مفاوضات، أنقل معلومة بشكل احترافي. طيب خليني أحد أعضاء نادي الزمالك أرسل لي ردا على كلام رئيس نادي الزمالك أن النادي سيكتظ بالأعضاء على الرغم من إلغاء الجمعية العمومية، بعت لنا صور حال نادي الزمالك صباحا. نادي الزمالك صباح الخميس زي ما قدامكم، طبعا احنا قلنا كتير شيلوا الزمالكية وللأسف ما حد شالها، قلنا كتير، واعتقد ان رئيس نادي الزمالك المحترم ما يرضاك بالمشهد ده.
على العاملين والمسؤولين ارجع بالصورة تاني. يعني النادي اوروبي وشكله حضاري ولا يليق ابدا ان يبقى فيه المشاهد دي تحت الـ تحت الـ الـ المستخبية كده تحت الاركان زي ما انتم شايفين. الا لو كانت منطقة عمل فهذا عذرهم، عشان خاطر برضه لا اتهم احدا زورا. واعتقد ان رئيس نادي الزمالك المحترم يضيق ذرعا بمثل هذا المشهد، اجل بيشرف على النصب نفسه. يعني نادي الزمالك صباح الخميس يعني يبدو انها كانت جمعية عمومية لم يحضر احد. يعني احنا بس من عضو نادي الزمالك محترم قال بعيد الرسالة بيقول لي انا صورت نادي صباحا، ان قيل ان النادي سيكتظ بالاراء رغم عدم وجود جمعية عمومية اتعلن مع نادي الزمالك ضد المؤامرات الخارجية. وربنا ما يجيب مؤامرات والزمالك قرب من ان احد يتآمر عليه وما تدخلك الزمالك في جملة مفيدة. طب نشوف الزمالك مساء، نشوف الزمالك مساء، عندنا فضول برضي واكيد حضراتكم ده النادي منور مساء. على فكرة يوم الخميس بيبقى في ازدحام، الناس ردت بشكل ايجابي وعملت عزوف عن الحضور. اعتقد ان الرسالة وصلت، تعرفين هوانا مفتوح للجميع وعشان بس محدش يقول لك الراجل صور لنا بتاعت الزبالة متعمد، اهو حديقة زي الفل وفي منتهى الروعة والجمال. يعني احنا ما بتصيدش اخطاء لحد، احنا نحترم نختلف مع مجلس ادارة نادي الزمالك في مضمون الادارة لكن نحترمهم كاشخاص ولهم منا كل الاحترام والتقدير، ونحن بعيدين كل البعد عن شخصنة الامور. ده حال نادي الزمالك مساء، لو ظهر حد من الناس هنبلغكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب عندي موضوع مهم جدا، ازمة انتشرت على السوشيال ميديا ما بين المحترم النجم الكبير الكابتن المحترم محمد بركات وما بين المحترم الاستاذ معوض عزت. ايه قصة معوض عزت؟ ارسل لنا صورة هو والكابتن محمد بركات في روسيا وقال انه صور معاه، وفوجئ ان الكابتن محمد بركات بيصور اعلان ولم يخبره ان ذلك اعلان لشركة فودافون، وبيعتبر ان ده في شيء من يعني مش عارف هو بيفسرها ازاي، يضحك عليه معرفش على حد قوله. دي صورته مع الكابتن محمد بركات، وفوجئ ان استغل معوض عزت في هذا الاعلان دون ان يسمح بذلك ودون ان يحصل فودافون او الكابتن بركات على موافقته. بعت لي رسالة هذا نصها: السلام عليكم يا كابتن عبد الناصر، مع حضرتك معوض عزت صاحب فيديو ما اطلق عليه فضيحة المنتخب بروسيا. عندي مشكلة مع فودافون وبركات، كان بيصور معايا برنامج وده طلع اعلان لشركة فودافون بدون علمي، لو ممكن اعمل مداخلة اعرف ان برنامجك لا يمنع احد من قول الحق. الكابتن محمد بركات له حق الرد والمسؤولين في شركة فودافون لهم حق الرد على كلام معوض عزت. استاذ معوض عزت السلام عليكم. سلام كابتن، ازي حضرتك يا استاذ معوض؟ الحمد لله استاذ عبد الناصر، ازي حضرتك عامل ايه؟ تحياتي ليك وتحيات الساده المشاهدين. الله يخليك، قول لنا الاول بتكلمنا منين؟ انا بكلم حضرتك من قطر. اهلا بيك. طيب ايه القصه بقى؟ يعني انت ارسلت لنا الرساله وما تحكيه على مسؤوليتك، ارجو الا يكون في شيء خارج او مهين لاحد. طبعا تفضل. اكيد طبعا يا كابتن. والله اللي حصل ان انا كنت طبعا سافرت قعدنا في روسيا وكده، وسافرت اشجع بلدي زي اي واحد مصري بيحب بلده. سافرت على جيب على حلخار المجاملات من احد حضرتك تعلمي، لان كنا موجودين خارج الملعب والكابتن واقفين كلنا منتظرين دخولنا للملعب وكابتن بركات. قبل مباراه مين يا استاذ معوض؟ كان قبل مباراه روسيا، كان قبل مباراه روسيا. مصر وروسيا يعني. مصر وروسيا. نعم كابتن. لا كان قبل مباراه روسيا. مباراه مصر اول مباراه مصر ومصر والارجواي. الارجواي نعم مظبوط. قبل مباراه مصر والارجواي تفضل. ايوه مظبوط. تفاجئت طبعا من كابتن بركات واقف وسطينا وكده وبيصور، كان ان هو المفروض انه برنامج يعني. تمام طبعا فرحه، كلنا مصريين موجودين وكلنا بنهتف مصر وهو بيصور وسطينا، على اساس ان هو طبعا ده برنامج مش اعلان لاحد الشركات يعني. تمام.
فبعد فتره بعدها المهم فوجئت ان ده اعلان لشركه فودافون. عندي الاعلان وعندي التصوير الخاص اللي انا كنت بصوره في مجلد بس، وانا مش طالب حاجه، مش طالب اي، هو ده طبعا يعتبر يعني قرصنه بشريه، يعني هو تعدي على حقوق الشخص. يعني انا لا مشهور ولا شيء، انا مواطن مصر عادي جدا زي اي حد، بس المفروض كان لو في حاجه زي كده يقول لي ان ده اعلان. انا مش عايز اطلع في اعلان يا سيدي، انا ده اعلان انا مش عايز اطلع فيه، انا مش محتاج ان انا اطلع في اعلان، بس انما لو برنامج عشان خاطر مصر وعشان خاطر الفرقه وعشان تشجيع وحماس وكده، انا في ده اي حاجه لمصر. فاهمني؟ قدامنا اللحظه اللي انت فيها في الاعلان. تمام. فطبعا انا مش عايز اي حاجه، يعني مش شركه فودافون لحسن حد يتكلمني يتواصل معايا يطلع لي رقم مميز ولا اي حاجه، لا انا من اي حاجه، بس دخلت عن طريق برنامج حضرتك تمام، واظهار للحق وان حد يتواصل معايا ويقول لي حقك، ليك حق ولا مش حق، لو اتضح ان انا ليا حق هاخده، ماليش حق بالتراضي هاخده برضه بالقضاء وهلجا للقضاء تمام. بس يكفي بس ان الفوضى اللي كانت بتحصل في روسيا في المنتخب في اثناء الفندق، وطبعا ده انا اتكلمت فيها قبل كده، وحتى طلع واكد فيها الكابتن محمد صلاح الاحداث اللي حصلت واكد فيها كلامي، عشان احنا كمان يعني جينا على صلاح شويه. لا يا جماعه، صلاح في حاجات كتير كان بيتغاضى عنها اثناء وجوده في كاس العالم، بس وكان ده ليه تاثير دلوقتي في ادائه على صلاح، للعلم يعني معلومه برضه الواحد يعني خلينا في موضوع حضرتك، انت تطالب بحقك الادمي وستلجا للقضاء. ما فيش مشكله بالظبط كده، وده اللي انا حبيت ان انا اوضحه عن طريق برنامج حضرتك تمام. وحضرتك طبعا يعني مع يعني حضرتك بتاع الغلابه بتاعنا احنا، مش بتاع اي حد ثاني. يا استاذ معوض، القاهره واهل التجمع، حضرتك بتاع الصعيد والعريش والسويس وبتاع الاقاليم، من حلايب لشلاتين لمرسى مطروح يا فندم. حضرتك انا ما اعرفكش، لما بعتت رساله للبرنامج تعاملنا معها بمنتهى الاحترام، واستضفناك على هواي بكل احترام وتقدير لحضرتك. اكيد يا استاذ عبد الله. وانا على فكره انا سالت على حضرتك وعرفت ان حضرتك من سراج وبالتحديد من المراغه وابن اصوله، وليك في الحق زي ما انا من المنيا، من المغاغه دي بلد النجوم، بلد احمد حسن وعماد النحاس وعبد هارون واشرف يوسف تمام. بس انا حبيت اوصل الرساله دي عن طريق برنامج حضرتك، وكتر الف خيرك يعني، وانا انتظر رد طبعا من اي حد يتكلم معايا او يتواصل معايا خلال الموضوع هذا، بس ده اللي حبيت اتكلم مع حضرتك يعني. شكرا جزيلا استاذ معوض عزت، محدثا من خلال الرساله التي ارسلها للبرنامج. ما دامت الامور في اطار القانون والميثاق الاعلامي لا نمنع ابدا احد من ان يتحدث. كل تحيه للكابتن محمد بركات وكل التقدير لشركه فودافون، حق الرد مكفول لهم. وهذا كلام معوض عزت على مسؤوليته الشخصية، ما اقدرش ادلي اي رأي لا من قريب ولا من بعيد، لان ما عنديش خلفية عن الموضوع. الراجل صرد موضوعه بمنتهى الاحترام والخلق. تحدثنا على مدار 3 ايام عن موضوع تسجيل البي بي سي، او ما عرف صحفي من البي بي سي او مندوب من البي بي سي او مراسل من البي بي سي مع السيد محمد مورغان. مراسلنا الاستاذ احمد السيد تحدث في الموضوع مع مسؤولي النادي الاهلي، وقال انه هو بعلاقاته الشخصية قدر انه هو يصل الى ان مفيش حد موجود في البي بي سي. الاستاذ المحترم حسام العيوطي هو بطل هذه القصة. قبل ما اقول لكم فصل الخطاب في من هو حسام العيوطي وينتمي للبي بي سي من عدمه، انفرد معكم بكواليس الموضوع. كل التسجيلات معايا، ولكن لا استطيع ان ازيع امور مسجلة، لان طبعا البي بي سي مؤسسة كبيرة وبالطبع بتسجل مداخلاتها بشكل قانوني في عندما يكون هناك امر. قبل ما اطلعوا حاجة بس خليكم معايا لو سمحتوا، الناس يسجلوا، يعني اطلبي البي بي سي لقاءات، بيتفقوا معايا على حوار. انت تعرف اني لما بتكلمك مؤسسه كبيره زي البي بي سي، زي العربيه، زي مثل هذه فوكس سبورت، الحاجات الكبيره دي الناطق منها بالعربيه، لما يجوا يكلموك راديو مونت كارلو اكيد بيكون مسجل، سواء حضرتك بتتفق على الظهور صوتا او صوره.
اذا كانت اذاعة او تلفزيون او ترفض بيحتفظوا بذلك. ده سيستم محترم عندهم ويبيح لهم القانون في لندن او في المنظم للامور الاعلامية ذلك حفاظا على المصادر. وعلشان لو طلع مصدر يكذب حد يقول له لا حصل كذا وكذا وكذا. طيب القصة ايه؟ القصة اني كان من المفترض يوم الثلاثاء الماضي يجري الأستاذ حسام العيوطي اتفاقات بشأن حلقة ستصور الأربعاء الماضي عن السوبر المصري السعودي. فهم في البي بي سي اتفقوا مع أطراف الموضوع، كلموا مندوب من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتحدثوا مع مندوب من الهلال السعودي، وتحدثوا مع مندوب من الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان بالتحديد المحترم اللواء ثروت سويلم. معالي اللواء ثروت سويلم عرف من الأستاذ حسام العيوطي إن الموضوع سيتناول كواليس إلغاء السوبر ما بين الأهلي والهلال ولعب الزمالك أمام الهلال، وهذه القصة كموضوع صحفي سيعرض على شاشة البي بي سي. اللواء ثروت سويلم قال لن أستطيع أن أرد نيابة عن النادي الأهلي، كلموا مندوب من النادي الأهلي عكن لو ذكر الأهلي أثناء التصوير او اثناء البرنامج يكون في مندوب من النادي الاهلي يرد على ما ترصدونه او ما تتحدثون فيه. وكلمهم ممكن تكلموا الكابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو. الاستاذ حسام العيوط يكلم الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن عبد العزيز عبد الشافي يبدو انه كان مشغولا، قال له كلمني بكرة الساعة 11، قال له من المفترض تبقى معانا هوا الساعة 4 في حال موافقتك. وعلى فكرة المفاجأة ان في تسجيل للكابتن عبد العزيز عبد الشافي وللاستاذ حسام العيوطي. الاستاذ حسام العيوطي مغربي روسية. الراجل اتصل تاني يوم الساعة 11 مع الكابتن زيزو في المعاد وتحدث بشكل اعلامي راقي جدا. طيب احنا كقناة وبمنتهى المهنية حضرتك اعتذرت وهذا حقك، ولكن في حال ان جاء ذكر الاهلي كده احنا بنخلي مسؤولية، لان احنا في البي بي سي ما بنردش نيابة عن احد. فالكابتن عبد العزيز وجد انه رجل محترم بيتحدث بشكل مهني واعلامي سليم، قال له طيب خد الرقم ده محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، ربما يكون للادارة رأي او ترشح لكم حد يتواجد في البرنامج. حصل كلم العميد محمد مرجان وحصل الصدام، وحط السماعة العميد محمد مرجان في وجه حسام العيوطي. عاد حسام العيوطي واتصل ثانية وحصلت المشادة التي حصل فيها تجاوز من المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واعتبرها حسام العيوطي اهانة. انا ارصد ولا لي دعوة لا برأي ولا لي دعوة لا بدأ ولا لي دعوة بدأ. انا بحكي القصة دي ليه؟ لان احنا في كرة بلدنا قلنا مفيش في البي بي سي حد اسمه حسام العيوطي، هكذا قال مراسلنا الاستاذ احمد السيد. اتصلوا بي في البي بي سي، وانا بشكر الناس وان كان المتصل بشكل شخصي وليست الادارة الرسمية، وقالوا لي يعني برنامجك شهير وله مكانة، ونحن علمنا هنا في لندن وفي ايطاليا ان تم تناول الموضوع، وان في اخوة مصريين قالوا لنا ان حضرتك مراسل عندك اسمه المحترم الاستاذ احمد السيد، نفى ان يكون الذي تحدث مع محمد مرجان يعمل في البي بي سي. حضرتك سنرسل لك الاي دي الخاص بعمل السيد حسام العيوطي، وهو ما يفيد تعيينه في البي بي سي وما يفيد انه يعمل في البي بي سي. قلت لهم انا لن استطيع ان اتحدث الا اذا وصلني المستند. ارسلوا لي الاي دي الخاص بالاستاذ حسام العنفي وهو مغربي الجنسيه، وقدامهم الاي دي الخاص بالاستاذ حسام العيوطي من شؤون العاملين او من الاداره البشريه، ما عرفت بيسموها ايه هناك، من البي بي سي، من الاي تي اللي هي المنوطه الاتش ار او المنوطه بالكوادر البشريه. ارسلوا ما يفيد ان حسام العيوطي الذي تحدث مع السيد المحترم محمد مرجان يعمل في البي بي سي، وهذا هو المستند امام حضراتكم. فان كان صدر منا
ما يجعل الزميل حسام العيوقي يمتعض من كوننا نفينا ان هو لا يعمل في البي بي سي، فمن واجبنا ان نعتذر على الهواء مباشرة. ولكن ربما يكون من سألناه ظنينا انه امين في الاجابة، لكن للأسف الشديد كان يجتهد دون معلومة. باسم برنامج كرة بلدنا بعتذر للبي بي سي، وبعتذر للزملاء في القسم الرياضي في البي بي سي، وبعتذر للمحترم الأستاذ حسام العيوطي والمتصلين بي اليوم. لن أقول أسماء لأن الناس اتكلموا وهذه رغبتهم، وكنت المفترض متفق أن يكون هناك مداخلة بالرجوع إلى إدارة البي بي سي. عرفت أن هناك تم تحريك دعوة قضائية بشأن ما حدث ما بين حسام العيوطي ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وأن الأمر أصبح بيد السفارة الإنجليزية في مصر، وأن شبكة البي بي سي ترى أنه قد حصل إهانة لمندوبها أو مراسلها وهو يؤدي عمله، وقبل لقانون العمل هناك شبهة مخالفة، هم سيخبون وسيلجؤون للقضاء للحصول على حقهم، وبناء عليه هم لن يستطيعوا التعليق. ولكن حق البرنامج الذي ذكر فيه أن حسام العيوطي ليس في البي بي سي أن أقول لكم القصة كاملة لأول مرة في الإعلام، وأؤكد لحضرتكم أن السيد حسام العيوطي طبقا لهذا المستند يعمل في البي بي سي، ولا صحة بالمرة من أنه منتحل صفة حد يعمل في البي بي سي، وهو بالفعل يعمل في البي بي سي. ده مهم جدا، وأرجو أن يكون اعتذاري واصل للملايين، وأكيد نحن بنخطئ، على الرغم من أن أكدت للزميل أحمد السيد أنني تلقيت اتصالا من لندن أكد لي أن المتصل يعمل في البي بي سي، ولكن وثقت أنا وزميلي أحمد السيد، أنا ما بلبسش أحمد على الهواء، خطأ أحمد هو خطأ مني، ونحن نتحمل المسؤولية جميعنا لأننا كلنا زملاء. وأعتز بالزميل أحمد السيد وهو يجتهد من أجل أن يجلب المعلومة، وهو رجل أمين ورجل محترم ورجل صادق فيما يأتي به من معلومات، وسنحتفظ بحقنا من قال المعلومة هو مسؤول في مكتب القاهرة، لن نذكر اسمه حفاظا على سرية الأمر. ولكن احنا أخبرنا البي بي سي أن الأستاذ أحمد السيد حصل على معلومته من فلان الفلاني الذي يعمل في مكتب القاهرة. هذا هو الموضوع بتفاصيله، مع كل التقدير لشبكة البي بي سي. أستاذ أحمد السيد السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ أبصر، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي برنامج كرة بلدنا وقناة الكيس. اتفضل يا أستاذ أحمد. يعني ببدأ من حيث ما حضرتك انتهيت بخصوص انفراد حضرتك بالاي دي والمراسلات ما بين يعني المثل الخاص بقناة ري بي سي، بس انا حابب اكد زي ما حضرتك افضلت وقت ان معلوماتنا جاءت من احد العاملين في القناة في مكتب القاهرة، طبعا يعني مش هنذكر اسمه حفاظا يعني عليه او حفاظا على اسرار العاملين في القناة، ولكن خليني اوكد يعني زي ما حضرتك ذكرت احنا دايما بنسعى للمعلومة وبنسعى للمصدر، ربما يعني صاحب هذه المعلومة الذي حصلنا عليه منه لم يخالفه التوصيل. يا عم انت مبسوط وصلت للبي بي سي يا عم. وصلت للبي بي سي، والناس النهاردة بيقولوا لي الزميل أحمد السيد المحترم المراسل الذي تحدث مرتين ومتابعينك الناس، وصلت للبي بي سي يا عم أحمد. شرف لينا والله، وكرة بلدنا عموما وبيهمنا دايما المتابعة والمشاهدة وحرص المشاهد ان احنا نجيب له المعلومة زي ما بأكد دايما من المصدر، ده اللي بيخلينا يعني نحفر في الصخر زي ما بيقولوا علشان نجيب معلومة حقيقية وصادقة، قد نخطئ احيانا ما فيش طبعا احنا بشر، وهذا لا يعيبك ولا يعيبنا، واي خطأ لاي زميل هو خطأ منا جميعا، نتحمل مسؤوليته جميعا. تمام ما فيش اي مشكله، وبرضه كامل التقدير والاحترام للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وقيمه وقامه داخل النادي الاهلي واحد الاعمده داخل النادي الاهلي في الفتره الاخيره. طيب نروح لاخبار النادي الاهلي، وانا عايز اناقشك في امرين قبل ما نخش في الاخبار الفنيه يا استاذ احمد السيد. النهارده انا عندي انفراد، هذا الانفراد يعني حصلت عنه، طبعا انت عارف موضوع تأسيس الشركات، فبالمتابعة بيجي لك الشركات الجديدة التي تنشأ. وصلت الي معلومة عن طريق احد المصادر ان النادي الاهلي
أسس خلال الأيام الماضية شركة للدعاية والإعلان نشاطها قلب الإعلانات بعد انسحاب شركة صلة. والتفاصيل أن إدارة النادي الأهلي قامت بتأسيس شركة للدعاية والإعلان وتم استخراج سجل البطاقة الضريبية منذ أيام. هذه الشركة قدر لها أن تكون مسؤولة من نشاط عن كافة الأشكال التسويقية داخل النادي والفرق الرياضية فيما يخص جلب الإعلانات. أيضا الشركة ستكون مسؤولة بشكل كامل عما يخص الإعلاني بالنادي وجلب إعلانات ومعلنين. بالفعل خاطبت شركة فودافون، أنا بقول معلومات دقيقة، وأحد الشركات الكبيرة المتخصصة في السيارات وهي شركة أجنبية لن أقول ذكرها، وإن في مساعي حثيثة للحصول على إعلان فودافون وهذه الشركة بمبالغ كبيرة، وإن أعضاء أو كبار أعضاء أو كبار مسؤولي مجلس إدارة النادي الأهلي هو الذي يشرف على جلب إعلانات تسويقية من شركة الإعلانات الشهيرة الأجنبية، ولكن هناك تعثر في المفاوضات كما انفردنا معكم بتأسيس هذه الشركة التي أسسها النادي الأهلي وحقه طبعا، إلا أن المعلومات التي لدينا إن سواء فودافون أو شركة السيارات حتى الآن وصلت إلى طريق مسدود في هذا الشأن مع مسؤولي النادي الأهلي. التقرير القادم يشرح التفاصيل فيها في الإعلام كما فوجئ بها الرأي العام معنا في كل بلدنا. يعني خليني أحيي حضرتك على الانفراد في هذا الشأن، يعني لكن المعلن داخل النادي الأهلي وكما تم إعلانه حتى منذ أيام بعد فسخ العقد مع شركة صلة السعودية، النادي الأهلي بيسعى لتسويق حقوقه التسويقية خلال الأيام القادمة. كان النادي الأهلي ما قدموش حل غير إجراء مناقصة أو مزايدة جديدة بخصوص طرح الإعلانات أو يعني لإرساء هذه المزايدة على صاحب المركز الثاني وكالة الأهرام للإعلان مع الأخبار. احنا انفردنا ان قلنا وزارة الشباب والرياضة رفضت دخول تحالف الاهرام والاخبار بديلا عن صلة، وفي نفس الوقت هناك مشكلة فيما يخص الثالث اللي هو بريزنتيشن، وان ما زالت الامور تبحث قانونا مع الجهة الادارية او وزارة الشباب والرياضة. تمام بالضبط، ده اللي حصل، وكان النادي الاهلي قدامه حل ان هو يتم طرح المزايده جديده، ولكن كان في فكر واضح جدا للنادي الاهلي ان هو خصوصا ان معظم اعضاء مجلس الاداره رجال اعمال ولهم خبره واضحه في هذا المجال، ان يكون في فكر تسويقي ان النادي الاهلي يقوم بانشاء وهذا فكر على فكره وهذا فكر محترم للغايه. يعني تمام، يعني انا اكد مع حضرتك على هذا الموقف، ويتم تسويق النادي الاهلي حقوقه التسويقيه بنفسه بدل ما يكون في وسيط لهذا التسويق. طبعا اكيد هتبقى خطوه للنادي الاهلي، يعني خلينا ننتظر خلال الساعات القادمه بخصوص هذا الشان من ناحيه تاسيس الشركه واستخراج الورق اللازم ومحاولات النادي الاهلي لتسويق هذا الملف. طبعا اكيد موضوع مش سهل، يعتبر اول نادي في القاره الافريقيه تقريبا او في الوطن العربي يقوم بهذا الشان، اعتقد يعني هتبقى خطوه حلوه للنادي الاهلي. يعني اوعد حضرتك ان شاء الله يكون في تواصل من اجل استيضاح العديد من المعلومات بخصوص هذا الملف، لانه اكيد ملف مهم جدا وبيشغل جماهير النادي الاهلي، خصوصا لان قيمه النادي الاهلي التسويقيه حاجه كبيره جدا، يعني تعتبر من اعلى القيم التسويقيه في الوطن العربي والقاره الافريقيه. طيب اذا نحن نحتاج لمزيد من المعلومات عن عمل هذه الشركه، وان بالفعل تم تاسيسها ويعني لاول مره يخرج للنور هذه المعلومة في برنامج تلفزيوني. معنا كثير من الكواليس فيما يخص مزايدة الملابس، يعني خليني أقول لك وانت يمكن متابع النهاردة منذ الصباح لأن كانت المزايدة الساعة الثالثة عصرا، أنا كتبت على صفحة الساعة 2 وانفردت بخبر مهم للغاية، قلت ان امبرو الراعي الانجليزي الشركة الانجليزية هي الراعي الجديد لملابس النادي الاهلي، والعقد موقع منذ ايام وفتح المظاريف الخاصة بالمزايدة بعد ساعة من الان. وكما توقعت ان يعني هذا الخبر اللي انفردت به وكتبته على تويتر
بعد الساعة 4 علمت أن إمبرو كانت الوحيدة وأن المظروفين الآخرين كانوا فارغين. هل لديك معلومات في هذا الشأن؟ يعني مع حضرتك تماما ان القرار في الشروط التي تم طرحها تم اشراها من العديد من الشيكات، لكن المظروف الفني اللي تم فتحه اليوم كان خاص بشركة إمبرو الانجليزية فقط، هي صاحبة العرض الوحيد وهو العرض الواضح والقوي داخل النادي الاهلي، وزي ما اعلن ادارة النادي الاهلي بانه سيتم الاعلان رسميا عقد اقتراع مجلس ادارة النادي الاهلي يوم السبت بالتعاقد مع هذه الشركة الانجليزية يعني صاحبة العلامة التجارية لتسويق وملابس النادي الاهلي في الفترة القادمة. ربما يكون زي ما حضرتك ذكرت خلال الأيام الماضية تفاوض مع هذه الشركة مثلها مثل باقي الشركات، لكن النادي لم يحضر النهاردة للمظروف الفني، المظروف الفني لم يحضر غير هذه الشركة، وهي شركة إنجليزية يعني لها فروع تقريبا على مستوى العالم كله، وبالتالي النادي الأهلي الدولة على مستوى العالم، وبالتالي النادي الأهلي قاب قوسين. نعم، خلينا نقول فعلا التعاقد الرسمي سيتم الإعلان يوم السبت زي ما حضرتك عارف، يجب أن يتم الإعلان من خلال مجلس الإدارة وبموافقة أعضاء مجلس الإدارة في النادي الأهلي، لكن 100% شركة إمبرو الشركة الإنجليزية هي التي ستتولى تصنيع وتسويق ملابس النادي الأهلي في الفترة القادمة. ويمكن تحدث العديد من داخل النادي الأهلي بأنه سيتم طرح حوالي 17 منفذ من أجل تسويق تيشيرت الخاص بالنادي الأهلي. الشركة الإنجليزية متواجدة في 100 دولة حوالي العالم، وهذه الشركة يعني لها باع كبير، وسيتم حتى عمل حوالي 15% خصم الأعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي على هذه التيشيرتات والأسعار، ويتم في يعني بعض العروض الخاصة بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي. ده ما تم إعلانه داخل النادي الأهلي بخصوص شركة إمبرو، لكن الإعلان عن التعاقد الرسمي والمزيد من التفاصيل والقيم المالية سيتم خروجها من داخل مجلس الإدارة يوم السبت القادم وعقد اجتماع مجلس الإدارة. طيب نقول ماذا لدينا؟ يعني خلي بالكم انا عامل زي القط والفرمة على الاستاذ احمد السيد. استاذ احمد السيد بيجيب الاخبار من مصادرها من النادي الاهلي، وبشكر المسؤولين في النادي الاهلي على التعاون معه، ولكن احنا بيبقى لينا حق الاجتهاد، وذلك لا يقلل من اجتهاد الاستاذ احمد السيد ولا يقلل من كلامنا عن النادي الاهلي بالمره. ماذا لدينا في هذا الملف؟ شركة إمبرو الانجليزية تم الاتفاق معها عن طريق 2 من اعضاء مجلس الادارة، لن اذكر اسمهم النهاردة، ولكن هو ملف مليء بالمفاجآت. عقد التعاقد مع إمبرو تم بمعرفة وكيلها في القاهرة، وكمان كان طرف من النادي الاهلي بعد العضوين دخل ايمن توفيق مدير التسويق والسيدة الموقرة حنان الزيني في إدارة التسويق أيضا، وكلاهما كان على تواصل واتصال في مفاوضات مع شركة إمبرو يوم الساعة 12 وانتهت لما بعد السادسة، في حين أن الحظيف كان الساعة 3. ألينا على محتاج إلى تأكيد من النادي الأهلي أو نفي إمبرو حصلت على مبلغ مالي من الأهلي على سبيل الدفعة المقدمة تمهيدا للتوريد، وأنه اتفقوا على الدفعات هتكون ازاي، وانها لن ترعى الاهلي وانما الاهلي اشترى منها ملابس، لان في قرار من الاتحاد الاوروبي بان شركات الملابس الاجنبيه الخاضعه للاتحاد الاوروبي لا تعمل في الشرق الاوسط او دول العالم الثالث بالتحديد، لان الكوبي والتقليد لا يحقق اي ربحيه ولا يجر اي فائده. انا بقول لكم معلومات دقيقه. قبل إمبرو الأهلي كان فاتح اتصال كبير مع نيو بلس الأمريكية، ويمكن أنا انفردت بالخبر ده في كرة بلدنا وقلت نيو بلس شركة كبيرة وشرف للأهلي وشرف لها أن يكون معها الأهلي، وأن الشركة دي اللي بتلبس العديد من الفرق في العالم، وخليني أختصر بليفربول ومحمد صلاح بيلبس نيو بلس الأمريكية. ولكن إدارة النادي الأهلي أثناء تفاوضها مع الشركة الأمريكية وجدوا المبالغ عالية جدا، فقرروا صرف النظر عن التعاقد معها. عقد شركة إمبرو، وأحتاج في ذلك إلى تفسير وبيان على كان يكون في الموضوع شفافية كعهدنا مع النادي الأهلي، ينص على الشراء وليس الرعاية،
لان ذكر الاعلام المصري انها رعاية بديلا عن سبورتانا. ده كلام غلط، هو شراء ملابس وليس رعاية للنادي الاهلي. ده مهم، واذا كان رعاية يصححونا ويقولونا من خلال التعاقد ومن خلال البيان. المزايدة اتعملت بشكل النهاردة رائع وفي العلن، ولكن لم يتقدم لها زي ما قلنا الا شركة امبرو واثنين لقيوا المظاريف بيقولوا فاضية. الاهلي لم يخرج بيانا بهذا الشأن. المهم امبرو الوحيدة اللي كانت موجودة. بدأت المفاوضات مع امبرو عن طريق الأبين في مجلس الادارة، واستكملت اليوم، واتفق الجميع على الا يتم الاعلان الرسمي على التعاقد الا يوم السبت عقب اجتماع مجلس الادارة. هذا التقرير رصد ولخص هذه الاخبار الحصرية لكرة بلدنا، وده بيعني حاجة واحدة. من كام يوم كنا بنتكلم عن المزايدات اللي في الزمالك السرية اللي محدش عارف عنها حاجة. النهاردة بنناقش الاهلي في الاعلام عن مزايداته وبنطالبه ببيانات ومعلومات، لان دي الشفافية. فخلي بالكم وقارنوا كويس كيف تكون الادارة وان اختلفت معها، وكيف تكون الادارة التي لا تتفق معها اصلا. ولكن خليها مع ضيوفي، يعني بشكركم الناس بتثني على الاخبار اللي احنا بنتناولها، وهنحاول والله. انا كيف ان انا مرتاح نفسيا جدا ان احنا ننقل اخبار من غير اراء، لان تعبنا تعبنا ومللنا. طيب ناخد اخبار فرقة الكورة من الاستاذ احمد السيد سريعا، لان وقت ضيوفي خلاص ازف. استاذ احمد السيد قول لنا ماذا لديك بشأن فرقة كرة القدم بالنادي الاهلي. يعني بس قبل ما اقول فرقة الكورة، بس ليها تعقيب بسيط بخصوص يعني شركة امبرو مصر. زي ما حضرتك قلت يعني وربما سعى اعضاء مجلس ادارة نادي الاهلي وبالتحديد الاثنين رجال الاعمال ما يمتلك من خبرات في جلب الشركات، في محاولة يعني لتسويق او التعاقد مع شركة لراعية او شركة لتصنيع ملابس النادي الاهلي. زي ما حضرتك ذكرت يعني تم اليوم، كان في مصروف واحد شركة امبرو، كان في شركة نيو بالانس الامريكية قبل ذلك، ولكن شركة امبرو هي المتواجدة. واللي قاله كمان وليد حسن نائب رئيس شركة امبرو مصر ان هو يعني قدم عرض للنادي الاهلي وبينتظر فعلا الموافقة الرسمية يوم السبت القادم اللي هو وفقا لاجتماع مجلس الادارة. امير توفيق مدير التسويق في النادي الاهلي كان متواجد وبذل مجهود كبير في الملف ده من اجل يعني زي ما حضرتك قلت ان هو يشوف عرض مادي مناسب يليق بقيمة النادي الاهلي. يا استاذ احمد، استاذ احمد ما فيش عرض مادي، الاهلي اللي دفع. بس دي النقطة فعلا اللي احنا يا فندم لو سمحت لو سمحت طب. احنا دلوقتي قدام نقطة، الاهلي مش هياخد فلوس زي سبورتانا، الاهلي مش هياخد فلوس مقابل رعاية، الاهلي هيدفع شراء ملابس، ومحتاجين بيان توضيحي لهذا الامر. ما نقولش ان الاهلي يبحث الى الرقم الافضل، الاهلي هو اللي هيدفع، بس قولا واحدا. هي دي النقطة فعلا اللي انا يعني محتاج ان انا ابحث فيها واتاكد لحضرتك فيها وارجع لك فيها، موضوع هل هو رعاية ام شراء ام خلاف ذلك. اعتقد هيكون في رد من النادي الاهلي خلال الساعات القادمة، واعتقد هيكون رد وافي ان شاء الله، وبشكر حضرتك كمان على توضيح مثل هذه الامور. اخبار فرقة الكورة، اخبار فرقة الكورة سريعا، خلينا نقول النادي الاهلي استأنف تدريباته اليوم يعني بعد الراحة اللي حصل عليها الفريق الامس. يعني كان في مران بدني قوي جدا بقيادة مايكل ليدمان، ما كانش فيه تدريبات فنية إلا قليلة يعني قبل السفر البعثة إن شاء الله يوم الأحد القادم للقاء فريق وفاق الصيف يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي من البطولة الأفريقية. كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي اجتمع باللعيبة طالبهم بنسيان نتيجة مباراة الذهاب، قال لهم نتيجة مباراة الذهاب 2-0 نتيجة يعني غير كافية، وبالتالي على اللاعبين التركيز في مباراة العودة كأنها مباراة كأس، وعلى النادي الأهلي إن هو يعني يعد العدة وكل اللعيبة يكون في كامل تركيزهم، خصوصا ان المباراة تكون يعني تحت حضور جماهيري كثيف، وبالتالي على النادي الاهلي التركيز.
في هذا اللقاء. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي حضر المران للشد من ازر اللاعبين ويعني قام بتحفيز اللاعبين واجتمع كمان بشريف اكرامي يعني حارس مرمى النادي الاهلي، واعتقد كان حضوره ليه اثر كبير في لاعبي النادي الاهلي. وكان النهارده كمان في مشاركه الدوليين في المران سواء لاعبي المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، لكن وليد ازارو المغربي والمالي كوليبالي لم يشاركنا في المران، لكن علمت انهم وصلوا خلاص مصر هيشاركوا في مران الجمعه ان شاء الله ما فيش اي مشكله، وبالتالي يكتمل النادي الاهلي تدريباته يوم الجمعه. كان في كمان تدريبات تاهيليه للشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، كان في يعني خوف من الارهاق خصوصا بعد مشاركته في المباراه المنتخب الاول، وبالتالي تم يعني راحته وتفيد. كان في تدريبات تاهيليه فقط. كذلك احمد علاء المدرب الاهلي بعد اصابته بالكدمه في الركبه، وبالتالي تم راحته ايضا، لكن اعتقد يبدا في المشاركه في المران من الجمعه. بينما محمد نجيب يستمر في برنامجهما التاهيلي، ارجعيه محمد نجيب ده كان في برنامج تاهيلي استكمله على هامش مران اليوم، وكان الدكتور خالد محمود طبيب الاهلي اكد ان حاله ارجعيه في تحسن مستمر، وان اللاعب ابتدى فيها الجري الخفيف حوالين الملعب، وقال ان هو يعني في تقدم ملحوظ في حاله اللاعب واستجابته للعلاج الطبيعي والبرنامج التاهيلي. ايضا يعني النادي الاهلي نفى رسميا وصول اي عروض احتراف، النفي كان من الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائد باعمال مدير الكره. البعض تحدث عن عروض احتراف من فريق العين الاماراتي سواء لصالح جمعه او محمد هاني او خلاف ذلك، لكن الاهلي نفى هذا الامر تماما. كذلك نفى المفاوضات مع حسين الشحات لاعب فريق العين الاماراتي، وبالتالي ما فيش اي مفاوضات مع اللاعب في الفتره الاخيره، ربما كان قبل ذلك، لكن خلينا نقول حاليا ما فيش مفاوضات مع حسين الشحات، وده اللي اكده حتى اللاعب نفسه في تصريحاته في الفتره الاخيره. وليد ازارو يعني لاعب النادي الاهلي وهداف الدوري الموسم الماضي نفى وصول عرض احترافي ليه في الدوري الفرنسي، وبعض تحدث ايضا عن عرض احتراف ليه في الدوري الفرنسي، هو نفى هذا الامر تماما، وان كان حتى البعض يتحدث عن وجود عرض احتراف ليه في الدوري الصيني، اعتقد هو لعيب كبير وهيكون عنده العديد من العروض في الفتره القادمه. يعني زي ما انفرضنا في كره بلدنا منذ فترات، يعني لجنه الكره في النادي الاهلي تطالب بمراجعه عقود كل لاعبي الناشئين في النادي في الفتره الاخيره، مراجعه شامله لكل عقود الناشئين، يعني حتى يتم تجنب زي ما حضرتك فاكر لو تتذكر هروب ريتشارد وصلاح الدين لاعبه او ناشئه النادي الاهلي لودينيز الايطالي، وبالتالي لجنه الكره بتطالب بمراجعه كل عقود الناشئين في النادي الاهلي والتاكيد ان هناك عقود رسميه لكل اللاعبين الناشئين. يعني زي ما يعني تناولنا باستفاضه المزايده الخاصه بقميص النادي الاهلي، الاعلان الرسمي يكون يوم السبت في اجتماع مجلس الاداره، وامبرو 100% هي صاحبه الحقوق. وكان في تصريح لنائب امبرو يعني قال ان وليد حسن قال ان احنا قدمنا عرض مميز للنادي الاهلي وبننتظر الموافقه الرسميه يوم السبت القادم، اعتقد قبل السبت كمان هنجيب لحضرتك التفاصيل الكامله. المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي كان ليه تصريح مهم جدا وفقا لزيارته لزياره وفد الكاف ووفد الفيفا للنادي الاهلي بالامس، قال ان احنا طالبنا بزياده مكافئات البطوله الافريقيه، كمان تعديل نظام كاس العالم للانديه، لان في يعني شويه يعني ضعف الموقف لبطل افريقيا، وبالتالي كان في مفاوضات هذا الشان وفقا او على يعني على هامش زياره وفد الكاف ووفد الفيفا للنادي الاهلي. النهارده كمان الاهلي رسميا رد على ملاحظات لجنه الشباب والرياضه، ال 22 ملاحظه اللي كنا انفردنا بيهم في كوره بلدنا، النادي الاهلي رد رسميا بالمستندات على ال 22 ملاحظه اليوم في الموعد الرسمي وفي نهايه المهله المحدده اللي هي كانت اسبوعين، الاهلي يرد رسميا وفقا لما اعلنه محمد غاب المدير التنفيذي للنادي الاهلي. واخيرا اليوم رسميا الاهلي بيوضح موقف حكم اعضاء فرع الشيخ زايد، وده يعني وفقا لما ذكره لنا المستشار حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي بالامس، وقال يعني ان الحكم كان بيختص فتره معينه في النادي الاهلي، وان لائحه خلينا نقول هذا ردا على ما جاء في برنامج كره بلدنا، واتمنى ان الاداره في النادي الاهلي لا تنتظر اثاره مثل هذه الامور في الاعلام، ولكن في النهايه هذا يحسب لبرنامج كره بلدنا ويقدر رد النادي الاهلي على البرنامج. اتفق مع حضرتك تماما، ويعني مهم جدا دورنا كعادتنا دايما في توضيح الحقائق داخل النادي الاهلي وكل الانديه المصريه لصالح مشاهدي وهذا ما نريد ان نوضحه للجميع، النادي الذي يتعاون مع الاعلام هو الكسبان، ومهما تختلف معه او تنتقده فانها لا تستطيع ان ترفض له طلب او تجيب له رد،
فحق الرد مكفول، وتلك العلاقة التكاملية التي نسعى لها مع الأهلي ومع الزمالك ومع الجميع. أما كونك تقاطع فهذا شأنك، لن يزيدنا إلا حرصا على الاجتهاد وتوصيل علومة. بس بدل ما تطلع تكذب يعني ياريت تاخد نموذج وترد زي الأهلي عندما يصار شيء في الإعلام. مهما كان اختلافنا وانتقاد الأهلي بتأتينا ردود تحت مجلس الإدارة، وأنا لا أقول إلا الحق، تختلف أو تتفق وإن جاءتك دور مرة، ولكن محرصين على الرد. أما أن تشخصن الأمور وتتعامل معها كحروب فهذا ضرب من الخيال. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد السيد على هذه المعلومات. جاءنا أيضا الآتي، عندنا مشكلة مع طفل اسمه مازن 7 سنين في نادي حدائق الأهرام. اتصلوا بينا والده الأستاذ عماد ياسين وقال ان من الغريب ان طفل 7 سنين يوقف 15 يوما عن دخول نادي حدائق الأهرام. لفت نظرنا الموضوع لان قدامنا قرار ايقاف رقم 36 بتاريخ 9/10/2018 بايقاف طفل عمره 7 سنوات. اثار الجدل على السوشيال ميديا، واتصل بنا والد الطفل الأستاذ عماد ياسين ليوضح الأمر. قبل الهواء تواصلنا مع المحترم الأستاذ المحترم المهندس محمد إبراهيم نافع أو محمد بن نافع رئيس مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام، وكان رجلا محترما كعهده معنا وتعاونا دائما بيننا وبينهم، بأن دائما الناس بيردوا عندما تكون هناك أمور. خلينا نستمع من عماد ياسين ما هي المشكلة قبل أن نأتي بالأستاذ المحترم المهندس محمد نافع ليعلق على هذه القضية. أستاذ عماد ياسين السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أهلا بك يا فندم. أعتقد أنك أنت ما فيش أسرع من كده طلبت أن ينصفك برنامج كرة بلدنا بعد ساعتين لقيت نفسك على الهواء. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. اتفضل يا فندم. بالنسبة للمشكلة بتاعت مازن، أنا مش بتكلم على مازن كمشكلة خاصة. اتفضل يا فندم. أنا بتكلم على مشكلة عامة. إن لما سألنا مجلس دائرة مجلس الإدارة أستاذ بندي عن الوضع القانوني، قال الوضع القانوني. إذا كده النادي في وضع قانوني من القرار. يعني عندنا مشكلة كقانونية، إزاي أطفال في هذا السن يتم حرمانهم من دخول النادي؟ طب يا فندم ربما يسأل بترش مية على بعض. بعد إذنك يا أستاذ عماد، حضرتك كوالد للطفل، طب ما هو وارد يكون حصل تجاوز من ابنك، خليني آخذ ضمير الغائب. ما هي دي مشكلة إحنا بنتكلم عنها. دي مشكلة. هل الأطفال اللي الطفل غير مكلف؟ ربنا مش مكلفه بشيء. هل احنا كنادي او كوزارة شباب الرياضة نحن نكلف الاطفال ونحاسبهم على افعالهم؟ هي دي المشكلة اللي بتكلم فيها. انا مش بتكلم في مشكلة خاصة، انا بتكلم في طفل اللي عمره 5 و6 و7 و8 سنين. هل لما يخطئوا في النادي او يلعبوا مع بعض في المراجيح او يرش على بعض مية، هل دي في هذه الحالة يتم ايقافهم ولا لا؟ هي دي المشكلة انا بناقش فيها، مش مشكلة طفل ابني او مازن او كده. بس هي دي انا عايز اعرف الوضع القانوني، وعايز ساعتك تقول لي هذه المشكله، هل اطفال في هذا السن يتم محاسبتهم ام لا؟ ليس لدي اجابه، ولكن نحاول نتواصل مع حد من الخبراء الاعدادي. كلمنا حد من مديريه الشباب والرياضه بالجيزه يجاوبك. ولكن خلي بالك ربما يكون اللائحه الداخليه للنادي هي الفيصل والحكم في الامر. ما عندناش لائحة داخلية يا فندم، احنا واخدين لا مستحيل. لا لا لا، حضرتك بعد اذنك يا استاذ عماد لا تتهم النادي انه بلا لائحة. ممكن انت لا انا اقصد ما عندناش، احنا خدنا اللائحة بتاعة اللجنة الأولمبية اللي هي الاسترشادية. احنا ما استملناش العدد. اللائحة الاسترشادية حضرتك قريتها؟ ايوه، هي اللائحة اللي احنا شغالين بيها. فيها عقوبات مجلس الإدارة؟ انا لا اعلم، بس الشؤون القانونية أدلت ان ما عندهاش سن محدد للإيقاف. يبقى أشكرك على صدقك، أنت لا تتحدث في إيقاف ابنك بمقدار هل القانون يسمح لهذا السن بالعقوبة ولا لا؟ بالظبط كده. يبقى ألف نظر سعادتك إن المدير التنفيذي للنادي الأستاذ المحترم صلاح سعد بصفة شخصية سمح للطفل بأداء تدريباته وأخذ دروس في النادي وتولى ماشي طبيعي، يعني تصرف حكيم يعني.
بس كده. يعني ده يدل على تعاون الاداره، مفيش تعنت من ناحيه الاداره؟ لا لا خالص خالص، انا ما كانش على مفيش مشكله في الاداره خالص. هذا الاداره بيستلزم القانون، القانون فيه خطا ما، ده اللي عايز سعادتك تتولاه وتبحثه، هل الاطفال دي يجوز ايقافها ام لا؟ وان كنت لا اوافق على تصرف عمنا المحترم صلاح بن سعد الصديق العزيز، لان اذا كان هناك ما يبيح العقوبه فلا بد ان ياخذها المذنب مهما كان. يا استاذ عبد الناصر، الاطفال غير مكلفين. متفق معاك، انا بس بتكلم بصفه عامه. هذه روح القانون، الراجل نفذ روح القانون. وهذا يحسب لصلاح سعد. طبعا. يعني بنحاول نكلم حد في وزارة الشباب والرياضة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عماد ياسين، وبشكرك أنك أنت حصرت الموضوع في قانونية العقوبة من عدمه، وأنه ليس بينك وبين مجلس الإدارة أي مشاكل أو الإدارة التنفيذية. طيب محمد بنافع رئيس مجلس إدارة نادي هدايا الأهرام، السلام عليكم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ عبد الناصر؟ أهلا بيك يا محمد، بإزي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك. يعني الأستاذ عماد ياسين لخص المشكلة في أنه يبحث عن قانونية إيقاف، ولكن أكد أن العلاقة بالمجلس والإدارة التنفيذية على ما يرام. أنا طبعاً أنا مش عارف هو قال إيه بالظبط، لكن عامة إحنا مش طرف، النادي مجلس إدارة النادي أو إدارة النادي مش طرف. إحنا بنخش حكم بين طفلين تم مشكلة بينهم، كويس؟ ابن الأستاذ عماد ضرب طفل وقع على الأرض وضربه بالرجل في وشه وفي جسمه. وهنا تكمن المشكلة بقى. لأن مش بين طفلين، في ضرب وفي ضرب مهين. لأن حضرتك لما ولد يضرب التاني حتى بالبنية ولا حاجة طبعا غير مسموح، ولكن الضرب بالبنية غير الضرب بالقلم. الضرب بالقلم في إهانة. الضرب بالرجل في وش الولد في إهانة. والد الطفل اللي اتضرب تقدم لمذكرة، راجل عضو متقدم بمذكرة ان ابنه اتهان، كويس؟ بعته في الشهود القانونية للأستاذ عماد. الأستاذ عماد جه وقعد شوية، كان عنده تحيات في حاجات تانية برضو، بعد شوية قال لهم لا 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 انا هجيب المحامي بتاعي وابقى اجي وبتاع، وما جاش. بعتوله بعد كده ما فيش، كويس؟ احنا النهاردة كمجلس ادارة نادي بنحكم بين الاعضاء، المفروض ان احنا نعمل ايه؟ تبقى حكم عدل ما بين الطرفين، كويس قوي. في ولد اتضرب واتهان، وده بشهادة الامن. يعني رجل الامن اللي عندنا في النادي طلع شهد ان الولد ابن الاستاذ عماد ياسين ضرب الولد ورش عليه مية ووقعه في الارض وضربه بالرجل في وشه وفي جسمه. هل احنا النهاردة الطبيعي ان احنا نقول لا ده طفل خلاص سيبه يعمل اللي هو عايزه؟ طيب الاستاذ عماد ياسين يعكس الموقف، لو ابنه اللي اتضرب هل هيرضى بده؟ او اي عضو من اعضاء النادي يحط نفسه مكان والد الولد اللي اتضرب، هل هيرضى ان ابنه يتضرب واللي قدامه ما يعاقبش؟ دي حاجة. الحاجة التانية، اللائحة الاسترشادية يا فندم بتقول ان مجلس الإدارة يقدر يعاقب بكذا وكذا وكذا وكذا. العضو التابع ما حددش سنه، هل هو 7 سنين 10 سنين 20 سنة؟ العضو يفضل عضو تابع لحد ما يفصل ويبقى عضو عامل. يعني الطفل السبع سنين يعتبر عضو تابع؟ عضو تابع يا فندم، معاك ارميه عضو تابع. يعني اذا عندك نص قانوني لك اب لازم عقلا احنا، معلش النادي ده ما هو ابننا، يعني هو ابننا في الاخر، احنا عايزين نقومه مع الاستاذ عماد. لما يضرب ولد ويتعلم انه يضرب ولد بالرجل ده قمه الاهانه. فاحنا كل الحكايه زي ما بنقول كده بنقرص ودنه بالراحه كده، يا ابني خلي بالك عشان خاطر كده عيب ما ينفعش، عشان احنا مش عايزينك لما تكبر تكبر على حاجه غلط. ده كان الهدف من العقوبه، والعقوبه كانت اسبوعين، ما كانتش 3 4 اشهر ولا ولا ولا، اسبوعين، تمام؟ عشان بس يعني ايه نخلي بالك يا ابني، لان احنا يهمنا سلوك مازن نفسه بعد كده لانه عضو في النادي. انما ما فيش مشكله خالص لا بيننا وبين الاستاذ عماد ولا بيننا وبين مازن، اكيد عضو دخل وعايز حقه بنديله حقه.
اللي هو قدم المذكرة وقال الطفل المتهم. يعني اشكرك على الايضاح وبشكرك الله يخليك انك انت بتقف فيصل حكم في مثل هذه الامور. شكرا جزيلا محمد بنفع رئيس مجلس اداره نادي حدائق الاهرام. اذا الاستاذ عماد ياسين هناك نص يبيح العقوبه عن السن مهما صغر وصولا لان ينفصل من الادويه هو عضو تابع. ده حضرتك ما اردت ان تفسره. عموما يعني لفت نظرنا انه طفل 7 سنين ولفت نظرنا عقوبته، فكان لابد اتحدث مع المسؤولين في نادي حدائق الاهرام والد المحترم الطفل مازن ياسين. مازن ياسين تحدث معنا ورد باحترام المهندس محمد نفع. بعد الفاصل نفتح الاستوديو التحليلي، معي ومعكم النجم الكبير الكابتن خالد كامل ونجم الكبير الكابتن تامر عبد الحميد ظهير ايمن نزل المحترم.